يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Put up by definition, يعني rupture of the hydrogen bond and separation of the two threads. يحصل by heating ولا by cooling? Heating. Associated with it? Hyperchromicity. يعني زيادة في امتصاص ال ultraviolet rays. واتفقنا مع بعض ان ده reversible. يعني ممكن يحصل re-naturation او اسمها re-annealing. وده عبارة عن re-binding of the two threads. وكان في تعريف اسمه melting temperature. هنا الملتينج تمبرشر هي التمبرشر الاسوشيتد والستراكشر و 50% اوف الدي ان ايه هيليكال استراكشر. ومنها دخلنا على حاجه اسمها فورمز اشكال ليس انواع هي اشكال من الدي ان ايه. قلنا الشكل اللي وصفناه هو البي فورم لكن في نوع اسمه ايه يعني ان هايدرايد فورم ونوع اسمه زد يعني زد زاد فورم وعملنا مقارنه بينهم. تعالى نقارن مع بعض هو البي رايت ولا ليفت؟ رايت. طيب ال A right طب ال Z left handed وده ال D N A الوحيد اللي في الجسم اللي left handed. طيب الشكل ال B form هو اللي وصفناه ال A form هو D N A مضغوط longer and thicker لكن ال Z form هو D N A مفرود longer and thinner. اللي بيتأثر هو شكل ال major groove. في ال B form بيبقى wide and deep. في ال A form narrow and deep. في الزيت فور اولموست فلات. واتفقنا تغير شكل الميجر جروب بيأثر على البايندنج اوف البروتين ويساهم في الريجوليشن اوف الجين اكسبريشن. طيب موجود فين؟ البي فور في افري سيل. الاي فور في الدي هايدريت سيل لما تكون ناقصه ميه. والزيت فور في الاريا اللي فيها الترنيتنج سي جي سي جي سي جي. طب حلو الكلام. دخلنا بقى على التيرشن ستراكشر قلت بلف في الدي ان ايه. ولف الدينين مش لف عادي ده لازم لف سوبر يعني بعمل حاجه اسمها سوبر كولينج. وده بيعتمد على حاجتين نوع الدينين واتجاه اللف. نوع الدينين اذا كان لينير او سيركلر وكل جسمي الدينين في لينير مكان واحد في جسمي سيركلر هو ايه؟ ميتوكوندريا وبره جسمي في البكتيريا وكمان الكلوروبلاست اوف مين اوف البلاد. واتفقنا كمان اتجاه اللف لو بلف الدينين في نفس اتجاه لفه انا بزود اللف اسمه بوزيتيف سوبر كولينج ولو بلفه في عكس اتجاه لفه انا بقلل اللف وده اسمه ايه؟ نيجاتيف سوبر كوين. مين مور فيزيولوجيكال؟ النيجاتيف سوبر كوين. طب لو انا لينير هتلفيني ازاي؟ يا اما تورويدال ده اسمه بقره يا اما انتر وول ده اسمه ديفيرا. طب لو انا سيركلر يا اما رايت هاند سوبر هيليكس يا اما ليفت هاند سوبر هيليكس. حلو الكلام. وقلنا السيركلر دي في اليوكاريوت مكانه ميتوكوندريا لكن موجود في البروكاريوت في البكتيريا وعندهم حاجه سيركلر كمان قدام نعرف اسمها بلازميد. طيب منا دخلنا على الاستراكشر اوف كروماتين اند كروماتين. قلنا الاثنين عباره عن ايه بس في اوقات مختلفه من عمق الخليه. الكروماتين ده بيظهر امتى؟ في الريستنج نون ديفايدنج سيل وعباره عن نتورك شبكه اوف فايبرز اند فايبرز متوزعه في جميع انحاء النيوكليوس ولوكس لايك بيدد ثريد زي دي الخرز في الايه في الخيط. والكروماتين ده بيظهر في الديفايدنج سيل وعباره عن كوندنسيشن اوف الدي ان ايه وكل كروموزوم بيبقى تو سيستر او تو ايدنتيكال كروماتين. وايه الاستراكشر اوف الكروماتين او الكروماتين؟ قلنا ثلاث حاجات. اول حاجه سنجل دي ان ايه مولكيول حته اللي بلفها وهيستون بروتين ونون هيستون بروتين. لو كتبت على هيستون بروتين بلاقي بيسك بروتين وريتش ان بيسك امينو اسيد زي ارجينين ولايسين ويسي عليه تشارج ايه؟ بوزيتيف. فبلف حواليه دي ان ايه اللي عليه تشارج نيجاتيف. موجود في الماينو ولا في الميجر جروب؟ الماينو. وظيفته سوبر كولي وكمان ريجوليشن اوف الجين اكسبريشن وعندي منه خمس انواع اتش 1 اتش 2 اي اتش 2 بي واتش 3 واتش 4 والسيمبل يونت اوف الكروماتين او كروموزوم تسمى نيوكليوزوم عباره عن حاجتين كور بروتين اللي اسمه تاني هيستون اوكتامر حواليه 1 اند 3 كوارتر تيرمز اوف الدي ان ايه. ولو حبيت اشبك اثنين نيوكليوزوم مع بعض بحته دي تسمى لينكر دي او سبيسر دي
وعليها بحط طابع المصدر اسمه ايه؟ H1. يبقى H1 هيستروم من بكل بروتين ده ما بين الاثنين نيوكليوزومز وبعض على اللينكر دي ان. النان هيستروم بروتين بقى بلاقيه سيادتك موجود في الميجر جروب ومش بيزك، فملوش علاقه بالسوبر كويلي، ليه علاقه بالريجوليشن اوف جين اكسبريشن. وقلنا كلمه سريعه على الكروموزوم، قلنا مكون من تو ايدنتيكال او تو سيستر كروماتيدز شابكين في نقطه تسمى سنترومير بتقريتش ان عشان يسهل فصلهم وقت الديفيجن. وقلنا كمان ان نهايه الكروماتيد تسمى تيلومير، بنعيش معاها عيشه جامده قوي النهارده التيلومير ده. وليش ان مين ريبيت ثاوزندز اوف ريبيتس كلها سي تي اي جي 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 ودي ان كودنج. الباك اند قلناها اقراها وتعرف عليها مع نفسك. والترمينولوجي كانت بعض التعريفات الهامه شويه، جين اليل جينوم كلام سهل احنا عرفناه. لكن عرفنا كمان كلمه اكزونز يعني كودنج سيكونس اوف ال ان اي، يبقى يونيك ونون ريبيتيتف. لكن انترونز دي النون كودنج سيكونس وبتبقى ريبيتيتف، والانترونز موجوده في وسط الاكزون يعني الاكزون انترابتد باي الانترونز في جسمك. كمان عرفنا كروموزومات وعددهم كلام سهل برضو، وعرفنا كلمه اسمها جينوتايب يعني وات از ان انسايد الجين. لكن فينوتايب هو اللي شايفه بعيني الاكسترنال او البايوكيميكال اكسبريشن اوف جينوتايب. قلنا ساعات ان الجينوتايب الواحد يدي مور ذان وان فينوتايب، ده حاجتين. اول حاجه مين؟ انفايرمنت. تاني حاجه ان ممكن الكاركتر تبقى افكتد بمور ذان وان جين، ممكن كاركتر واحده كذا جين ياثر عليها زي موضوع الدايبيتس مليتس كده. ومنها دخلنا يا حبي بقى في الاهم وهو الار ان اي. قلنا الار ان اي ده سنجل ولا دبل ستراندد؟ سنجل ستراندد. ومكون من رايبو ولا ديوكسي رايبو؟ رايبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت اي ام بي جي ام بي سي ام بي يو ام بي. والنيكروتايب برضه بتشبك في وقتها النيكروتايب وفوسفوداي استر بوك ما بين الفايف برايم او اتش اوف وان نيكروتايب والثري برايم او اتش اوف ذا نيكست نيكروتايب. لو اديني ايه مكانه في النيوكليوس وساعات ميتوكوندريا، الار ان ايه موجود في السيتوبلازم اونلي صح؟ لا مينلي مينلي وليس اونلي. ليه مينلي؟ الام ار ان لما بيتصنع فين؟ في النيوكليوس، وبالتالي موجود في السيتوبلازم مينلي. اتفقنا كمان لو الدي ان ايه في ديوكسي ريبوز، الار ان ايه في ايه؟ في ريبوز. ولو الدي ان ايه كان منه نوعين لينير وسيركلر، الار ان اي في منه ثلاث انواع ميرنا وترنا وريرنا. ولو اديني وظيفته انه بيكاري الجيناتيك انفورميشن، الار ان اي بانواعه وظيفته سينثيسيس اوف مين اوف البروتين. تعالى مع بعضينا كده نعيد المقارنه تاني ما بين الثلاث انواع بتوع الار ان اي ميرنا وترنا وريرنا. هبدا معاك بالترنا وادي كمان الميرنا وادي كمان الميرنا. تعالوا نقارن كده. اول كلمه في المقارنه البرسنت اللي حفظ معايا الترنا كام؟ 100 15% من التوتال ار ان اي الفخريه. الميرنا كانت 80% من التوتال ار ان اي الفخريه. الميرنا يبقى لها 5% من الار ان اي الفخريه. يبقى مين الميجور ار ان اي في جسمي؟ الميرنا. ومن الماينور ار ان اي في جسمي؟ الميرنا. طب الكلمه الثانيه السايت كلهم موجودين في السيتوزول، الترنا في السوليبول فيس اوف السيتوبلازم، الرنا اسمه رايبوزومال موجود في الرايبوزوم اوف السيتوبلازم، الميرنا رسول وما على رسول الا البلاغي موجود في مكانين فيرست سايزد ان ذا نيوكليس ذن باس تو السيتوبلازم. يبقى عشان نصنع في النيوكليس ما ينفعش اقول ان الار ان اي سيتوبلازم، اقول لي ان الميرنا لما صنع فين؟ في النيوكليس. فبقول ميلي. طب ايه الوظيفه؟ الثلاثه سيادتك بيصنعوا البروتين وكل واحد بيعمل خطوه، وعملنا تمثيليات ومسرحيات وبسطنا على قد ما نقدر عشان الوظيفه توصل امبارح. قلنا ان الترنا اسمه ترانسفير ار ان، وظيفته انه بيترانسفير بيكلم الامينو اسيد نيدد فور بروتين سينثيسيس. الرنا ده المصنع وظيفته سينثيسيس اوف بروتين اكوردنج تو ذا مسج بروفايدد باي مين؟ ام ار ان.
وباي ذا هيلب اوف الامينو اسيد كاريد اون التي ار ان. طب المرنا ده رسول بيكاري المسج من المرسل اللي هو دي ان ايه انسايد ذا نيوكليس للمرسل ايه اللي هو الريبوزوم اللي موجود فين في السيتوبلازم. اهم كلمه واللي عشنا معاها شويه بقى الشيب. في الشيب قلنا ان التي ار ان ايه سنجل استريتد لكنه فولدد اوفر اتسلف. ولما فولدد اوفر اتسلف بقى في سام ارياز اوف بيس بيرنج. فالبيس بيرنج في سام ارياز وليس كل الارياز. طالما سام ارياز فيها بيس بيرنج هل الاي ايكوال اليو؟ لا. هل الجي ايكوال السي؟ لا. البيس بيرنج في سام ارياز فقط وليس في كل الارياز. الدي ان ايه من اوله لاخره بيس بيرنج فالاي ايكوال التي والجي ايكوال السي لكن البيس بيرنج في بعض المناطق يبقى بالتالي A does not equal اليو والG does not equal A السي. قالك شكله زي ورقه البرسيم يعني كلوفر ليف ابييرنس. اوعى تنسى ده السمولست ار ان اي ده اقل من 100 نيوكليوتايد ده اصغر نوع فيهم من ثلاثه اصغر واحد في الميرنا والترنا والرنا هو الترنا. ليه كام ارم؟ ليه اربعه ارم نار وشرار نار وشرار. اول ارم دي اسمها اكسبتور ارم. قول معايا موجوده 5 برايم ولا 3 برايم؟ 3 برايم. وبتنتهي بسيكونس اسمه سي سي اي وظيفتها ايه؟ بتاكسبت الامينو اسيد بتشيل الامينو اسيد ولما تي ار ان اي يشيل امينو اسيد يبقى اسمه اي ماينو اي سايل تي ار ان اي. فلما سالني في الامسي كيو الامينو اسيد بيتاكلد على 5 برايم ان ولا 3 برايم ان؟ 3 برايم ان. الثانية اسمها دي ار. ليه اسمها دي ار؟ تحتوي على unusual base يسمى داي هيدرو يوراسيل وعشان الداي هيدرو يوراسيل حاجة مش كومن قوي فسميت الار اسمها دي ار. وظيفتها بتهلب الريكوجنيشن وفي الدي ار ان اي بالانزيم اللي بيحط الامينو اسيد فوق الدي ار ان اي اسمه ايه الانزيم ده؟ ايمينو اسايل تي ار ان اي سنسيز. ده الورده الحمراء لو تفتكر ده اللي بيساعد في التعرف على الدي ار ان اي بالامينو اسايل تي ار ان اي سنتيز. طب اهم مكان في الدي ار ان اي مين؟ المكان اللي اسمه انتي كودون ارم. اسمه انتي كودون ايه؟ بيشبك على الكودون. فين الاقي الكودون؟ في الام ار ان اي. كام بيز الكودون؟ 3. يبقى انتي كودون كمان ايه؟ 3 بيزز بيبقوا كوم بليمنتري وانتي بارلل للكودون اللي موجود على مين؟ على الام ار ان اي. اللي جاي مع الفرش بقى اسمها ايه؟ اكسترا ار. وفيها من 3 ل 12 نيوكليوتايد ومسؤوله عن الفاريابيلتي اوف التي ار ان. بس الفاريابيلتي فين؟ بالسايز. اللي حلو قوي بقى سيادتك الارم الخامسه دي اسمها ثايمين سودو يوريدين سايتوزين ارم. ليه اسمها ثايمين؟ عشان في ثايمين وده اكسبشن. اي نعم الثايمين بتي في الدي ان اي لكن الاكسبشن سيادتك التي ار ان اي في الارم دي يحتوي على ثايمين. قلت لك يو ويل نيفر ووك الون. يو ويل نيفر ووك الون. التي ار ان اي بي تي هو اللي فيه ثايمين بي تي. التي ار ان اي بي تي هو اللي فيه ثايمين بي تي. وهذه الثايمين كانت في الاصل يوراسيل اتصنعت اصلا في صوره يوراسيل بس حصل لها ميثيليشن فاصبحت ايه؟ ثايمين. وكمان في سودو يوريدين. والسودو يوريدين يعني كذاب مغرور. كذاب ليه؟ قال لك اليوريدين العادي سي 1 شبكه مع ان 1 لكن ده سي 1 شبكه مع سي 5 يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ فسميته سودو يوريدين. فالار دي اسمها ثايمين وسودو يوريدين وجنبها سيتوزين فاسمها ثايمين سودو يوريدين سيتوزين ار. فده بتاع ستي ثلاث كلمات مهمين قوي. قلت لك ان التي ار ان اي زي استيتيت مخلصين وبالتالي ايتش تي ار ان اي سبيسيفيك اونلي فور 1 امينو اسيد والامينو اسيد زي الرجاله عينيهم سايبه فصم امينو اسيد مي هاف مور ذان وان تي ار ان اي. فلو عندي 20 امينو اسيد داخلين في تركيب البروتين عشان اصنع البروتين اقل شيء يبقى على الاقل 20 ممكن اكتر؟ ليه ممكن اكتر؟ عشان ممكن بعض الامينو اسيد يبقى عندهم مور ذان وان تي ار ان اي. نبدا بقى الجديد بقى عشان وندخل على ما تسالنيش حصه امبارح، حصه امبارح ثاني في البريك، لكن هضيع حصه في حصه امبارح نص ساعه ضاعت في حصه امبارح لسه ضايع تاني ثاني في البريك. تعالى نشوف شكل الار ان اي شكل الريبوزوم الار ان اي. عشان اعرف شكل الريبوزوم الار ان اي
لازم اعرف ايه هو الريبوزوم. والكلام ده انت اخدته سابك في الهيستولوجي. اليوكاريوتيك ريبوزوم يفرق عن البروكاريوتيك ريبوزوم. كلمه كاريوت يعني نواه، وكلمه يو يعني حقيقي. فلما لك يوكاريوتيك ريبوزوم يعني ريبوزوم في الكائنات حقيقيه النواه، بيبقى مكون من تو سب يونت، وحدتين، واحده كبيره اسمها 60 اس ريبوزوم، وواحده صغيره اسمها 40 اس ريبوزوم. يبقى واحده كبيره اسمها 60 اس، والصغيره اسمها 40 اس. و60 و40 مجموعهم 60 و40 مجموعهم 80. 60 زائد 40 تبقى 80. انا مش بحسب ماس، انا مش بنحسب حساب. هتعرف دلوقتي ليه 60 و40 مجموعهم 80. ال 60 اس ريبوزوم دي مكونه من قطع صغيره من ار ار ان اي، قطعه اسمها 5 اس ار ار ان اي، وقطعه اسمها 5.8 اس ار ار ان اي، وقطعة اسمها 28 اس ار ار ان اي. كل هذه القطع متشبكه مع 50 بولي بيبتايد تشين وعامله ال 60 اس ريبوزوم. كمان ال 40 اس ريبوزوم عباره عن قطعه واحده بس من الار ار ان اي اسمها 18 اس ار ار ان اي، شبكه مع 30 بولي بيبتايد تشين وعامله ال 40 اس ريبوزوم. لما يشبك ال 40 وال 60 اس ريبوزوم يعملوا ال 80 اس ريبوزوم. اس 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 ايه الاس دي؟ فلقتني بالاس بتاعتك. قال لك الاس دي تسمى سبيتبرج يونت. لا خليها اس احسن. والله ايه السبيتبرج يونت دي؟ قال لك ده يونت اوف سيديمنتيشن فيلوسيتي، يعني هي وحده سرعه الترسيب. ايه سرعه الترسيب دي؟ في جهاز كده يعني هتاخده في الفيزيولوجي اسمه سنتريفيوج. جهاز عامل زي الخلاط كده، ايه؟ بيلف الحاجه بسرعه كبيره. فلما الحاجه تتلف كده بسرعه كبيره، لو في شيء تقيل هينزل لتحت بالجاذبيه الارضيه بالجرافيتي، شيء خفيف يفضل ايه؟ فوق على السطح. فسرعه نزول الحاجه لتحت دي اسمها سيديمنتيشن فيلوسيتي، وحده السرعه بتاع نزولها لتحت. وحده السيديمنتيشن فيلوسيتي اسمها ايه؟ اس. فكلما كان رقم الاس اكبر، كل ما يكون نزولها لتحت اسرع، كل ما تكون ايه؟ اتقل. فانا بقول انا عندي حته ريبوزوم بتترسب بسرعه 60، وعندي حته كمان تترسب بسرعه 40. لو شبكت الحتتين مع بعض بيترسبوا بسرعه 80. فانا ما بجمعش، انا مش بحسب حساب. دي سيديمنتيشن فيلوسيتيز، دي سرعات ترسيب. فدي لوحدها تترسب بسرعه 60، ودي لوحدها تترسب بسرعه 40. لما يشبكوا مع بعض الاثنين وهما شابكين مع بعض، سرعه ترسيبهم ايه؟ 80. يبقى 60 و40 تبقى 80. ال 60 اس دي فيها قطع من الار ار ان اي، قطعه تترسب بسرعه 5 فاسمها 5 اس ار ار ان اي، قطعه تترسب بسرعه 5.8 فاسمها 5.8 اس ار ار ان اي، قطعه تترسب بسرعه 28 فاسمها 28 اس ار ار ان اي. القطع دي لما تشبك مع 50 بوليبيبتايد تشين مع بعض يعملوا 60 اس ريبوزوم. ال 40 اس فيها قطعه ار ار ان اي واحده تترسب بسرعه 18، ومعاها 30 بوليبيبتايد تشين مع بعض عاملين ال 40 اس ريبوزوم. لما يشبك ال 40 وال 60 الاثنين مع بعض يعملوا مين؟ ال 80 اس ريبوزوم. وقلنا الاس دي ايه؟ دي اليونت اوف سيديمنتيشن فيلوستي، وحده سرعه الترسيب. هاثبت لك في البروكاريوت مثلا. البروكاريوت عنده وحدتين من الريبوزوم، واحده اسمها 50 اس والثانيه اسمها 30 اس، و50 و30 مجموعهم 70. 50 و30 مجموعهم ايه؟ 70. فالبروكاريوت اللي هي البكتيريا عندها وحده تترسب بسرعه 50، وواحده تترسب بسرعه 30.
الاثنين لما يشبكوا مع بعض يترسموا بسرعه ايه 70. فاليوكاريوتيك ريبوزوم اسمه 80 اس، لكن البروكاريوتيك ريبوزوم اسمه 70 اس، وكل دي سرعات ترسيب، وهذا هو الشيب اوف الريبوزوم وكمان الشيب اوف الار ار ان اي. طب تعالى نشوف الشيب اوف الام ار ان اي. الام ار ان اي اسمه ماسنجر ار ان اي، يعني رساله، والرساله شكلها فاريبل، شكلها مختلف. يعني سيادتك لو صاحبك سافر وسايبك بقاله اسبوع وعايز تبعت له رساله، هتقول له ايه؟ ما اشوفش وشك تاني، يعني يا دوب قالوا كده. طب لو غاب عنك بقاله 7 شهور وعايز تبعت له رساله، لا هتكتب بقى ده احنا ذاكرنا وخدنا كورسات وامتحنا وسقطنا وخرجنا تعيش حياتك بقى. فالام ار ان اي رساله، فعشان هو رساله شكله مختلف. مين شاطر قوي يقول لي باختلاف ايه؟ باختلاف ايه؟ البروتين شكله مختلف باختلاف البروتين. يعني تعتقد كده لو انا بصنع بروتين زي الانسولين 51 عمل اسيد، هل حجم الام ار ان اي بتاعه زي بصنع انزيم مكون من 10,000 عمل اسيد؟ لا اكيد. لو البروتين صغير الام ار ان اي بتاعه هيبقى صغير، ولو بروتين كبير الام ار ان اي بتاعه يبقى ايه؟ كبير. يبقى السايز اوف الام ار ان اي فاريبل على حسب البروتين اللي هصنعه، لكن سواء صغير او كبير ساعات باشا في قواعد اساسيه تكون موجوده في اي ام ار ان اي. بص معايا كده، لو هرسم الام ار ان اي، اي ام ار ان اي، اهم حته في الام ار ان اي الحته اللي في النص دي بسميها كودنج ريجون. الكودنج ريجون دي هي اللي هصنع منها البروتين، دي المنطقه اللي هصنع منها البروتين. اسميها كودنج ريجون صح او ليها اسم تاني ممكن اسميها سيسترون، اعرف الاثنين اسمها كودنج ريجون او اسميها ايه؟ سيسترون. طب دي اميزه ازاي؟ اعرفها ازاي؟ لازم تبدا بكودون يسمى انيشيشن كودون، كودون البدء، ودايما بيبقى اي يو جي. ولابد ان تنتهي بكودون يسمى ترمينيشن كودون، وده واحد من ثلاثه نعرفه قدام. يبقى الكودنج ريجون دي المنطقه اللي هبني منها بروتين، اسميها كودنج ريجون صح، اسميها سيسترون برضو ايه صح. بدايتها كودون اسمه انيشيشن ونهايتها كودون اسمه ترمينيشن، وما قبل وما بعد الكودنج ريجون ما يعملش بروتين، وعشان ما يعملش بروتين بسميه Untranslated Region أو UTR. Untranslated Region أو UTR. فقبل الـ Initiation Codon عندي 5' UTR، 5' Untranslated Region، وبعد الـ Termination Codon عندي 3' UTR، 3' Untranslated Region. وساعات الباشا الـ UTRs تصنع مع الـ Coding Region في نفس الـ mRNA من الـ same gene، يعني الجين نفسه هيديه كل الـ mRNA في الـ coding region وفي كمان ايه؟ الـ UTR. لكن اللي هيعمل بروتين اللي هيترجم لبروتين هو ايه؟ هو الـ coding region اللي بدايته initiation ونهايته termination code. طب ليه وجع القلب؟ ليه ربنا خلى الـ mRNA في UTR؟ ما كنا صنعنا الـ coding region اللي هتعمل بروتين وخلاص، ايه لازمة الـ UTR ده؟ فاكرة يا منار أول يوم كنت بتروح في المدرسة؟ كان يوم منايل 60 ليرة صح؟ يوم اسود. بس كنت بتفرحي عشان كنت بتاخدي الكتب الجديدة. فاكرة الكتب الجديدة دي؟ كان اليوم ده مفهوش مذاكرة. كان اليوم ده تجيبي جلاد وتيكيتات، فاكرة التيكيتات دي؟ وتقعدي تجلدي الكتاب، فاكرين التجليد ده؟ كلنا كنا بنجلد الكتاب. ليه كنت بتجلد الكتاب؟ عشان تحافظ عليه، عشان تحميه، لان المهم اللي جوه الكتاب ده المعلومات. لو اتقطع كام ورقه يبقى انا فقدت كام معلومه ممكن تيجي في الامتحان، لو اتدلق عليها حاجه وباظت معلومات. فانت بتحط الجلاد ده عشان يحمي ايه؟ الكتاب. اتدلق حاجه على الجلاد اتقطع منه من الجلاد، يبقى انا حافظت ايه؟ على المعلومات اللي جوه الكتاب. الـ UTRs هي الجلاد بتاع الـ mRNA. الـ UTRs هي ايه؟ هي الجلاد.
ساعات باشا المعلومات اللي هتصنع البروتين هي الكودينج ريجون هي السيسترون. بس لو انا صنعت الام ار اي يا جمانه من كودينج ريجون بس وخسرت 2 3 5 نيوكليوتايد يبقى انا فقدت ايه المعلومات اللازمه لتصنيع بروتين. لا انا حطيت 2 يو تي ار قبل الكودينج ريجون 5 برايم يو تي ار وبعد الكودينج ريجون 3 برايم يو تي ار. فلو اتقطع حاجه من الام ار اي اتقطع من اليو تي ار اللي اسمه ان ترانسليتد ريجون وفي الاخر الكودينج ريجون المهمه بالنسبه لي سليمه ولم يصيبها اي سوء. يبقى اليو تي ار ده الجلاد بتاع الام ار اي ده بيحمي لي الكودينج ريجون. وظيفته ايه؟ اول وظيفه هقول ام ار ان اي استابيليتي يدي ثبات للام ار ان اي يحمي الام ار ان اي وكمان بيزود الافشنسي اوف ترانزليشن بيزود كفاءه الترانزليشن بيخليني اترجم كويس. والحاجه اللي اتفقنا عليها امبارح اي حاجه حطي ريجوليشن اوف جينز يبقى اليو تي ار وظيفته يوم انا كمان ام ار ان اي استابيليتي وبيزود الافشنسي اوف الترانزليشن وبعمل بيه كمان حاجه اسمها ايه ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. بس انا مقلق موضوع الجلاد ده مش كفايه انا خايف برضو على الكودينج ريجن دي اللي هعمل منها البروتين. قال لك عشان انا خايف وعايز اامن نفسي انا هعمل حاجه اسمها بروسيسنج اوف الام ار اي انا هحميه اكتر هظبطه اكتر. هظبطه ازاي؟ قال لك هاجي عند الفايف برايم ان والبسه كاب دي اسمها كابينج وادي عند 3 برايم ان وركب له ديل وده اسمه بولي ادينايليشن. الكلام ده ناخده بالتفصيل مع تصنيع الام ار ان قدام بس اعرفه كده باي نيمز. يعني انا عشان احميه اكتر واكتر على 5 برايم ان حطيت له كاب وعلى 3 برايم ان ركبت له ايه ديل كابينج وبولي ادينايليشن. ولقيت عندي نوعين سيادتك من الام ار ان في ام ار ان مكون من سيسترون واحد كودينج ريجون واحدة ويدي بروتين واحد ده سميته مونو سيسترونيك ام ار ان مونو يعني واحد فمونو سيسترونيك يعني هو سيسترون واحد كودينج ريجون واحدة ويديني بروتين واحد. وفي نوع في كذا سيسترون في كذا كودينج ريجون ويدي كذا بروتين بسميه بولي سيسترونيك ام ار ان. ما تيجي تقارن هو المونو سيستروليك ده most probably يجي من one gene ولا more than one gene هو synthesized from one gene ويدي one protein ولا more than one protein ويدي one protein. لكن المونو سيستروليك ده أكيد بيجي من more than one gene we give the rise to more than one protein. طب لو انت شاطر المونو سيستروليك ده اللي فيه كودينج ريجن واحده تعتقد فيه كام انيشيشن كودون وكام ترمينيشن كودون؟ واحده. مش انا هصنع بروتين واحد يبقى انا هبدا بدايه واحده وهقف في نهايه واحده وهو بروتين. لكن البوليس ستروليك ده اللي هصنع منه 3 ولا 4 بروتين كل بروتين انيشيشن وترمينيشن كل هبدا وانهي مع كل بروتين. يبقى المونوسيستروليك في 1 انيشيشن وفي 1 ترمينيشن كودون منطقي جدا. لكن ساعات الباشا البوليسيسترونيك هيبقى ايه؟ مالتيبل انيشيشن ومالتيبل ترمينيشن لان ببساطه عندي كذا كودينج ريجن وهصنع كذا بروتين فكل بروتين هبدا وانهي هبدا وانهي. منطقي مش لو بتفكر معايا فكر معايا كده تعتقد مين فيهم في اليوكاريوت ومين في البروكاريوت؟ البوليسيسترونيك اللي يدي مور ذان وان بروتين ده يو ولا برو؟ برو يو برو كاريوت. البولي سيسترونيك برو كاريوت اما المونو سيسترونيك يو كاريوت. عايز اقول لك حاجه ان جنرال هتنفعك في كل الطب يعني كلما ازداد الكائن رقيا كلما ازداد تخصصا يعني السبيسيفيستي يزيد مع الرقي. افكرك بحته فاكر لما خدنا الانزيم سبيسيفيسيتي وخدنا ان الدايجستيف انزيمز اوف لو سبيسيفيسيتي عشان فيو نمبر اوف انزيم تقدر كل اكل لكن ميتابوليك انزيم اوف هاي سبيسيفيسيتي تو بي ويل ايه ريجوليتد. فدايما عشان الريجوليشن يبقى صح ويبقى احسن لازم التخصص يكون ايه اعلى.
طب بذمتك انا هعمل ريجوليشن اكتر يو ولا بروكاريوت؟ يو طبعا. في الهيومن اكيد الريجوليشن ايه اقوى، فعشان الريجوليشن يبقى اقوى لازم التخصص يكون ايه اعلى. فكلما ازداد الكائن رقيا ازداد ايه تخصصا. فالمونوسيسترونيك ام ار ان ايه ده فين؟ متاح. لكن البوليسيسترونيك ام ار ان ايه ده في البكتيريا، ده في البروكاريوت. يبقى الكلام ده مهم يا جماعه. الام ار ان ايه اهم مكان فيه اسمه كودنج ريجن او سيستم، بدايته كودون اسمه ايه نيشيش، نهايته كودون اسمه ترمينيش، قبله وبعده حته اسمها يو تي ار تصنع معاه من نفس الجين. واتفقنا اليو تي ار مهمه للام ار ان ايه استابيليتي، وكمان بتزود الافشنسي اوف ترانسليشن، ومهمه عشان الريجوليشن اوف جين اكسبريشن. انا برضو عايز اطمن، فحطيت على الفايف برايم ايه كام ده اسمه كامل، وعلى الثري برايم ايه تيل ده اسمه بولي ادينيليشن، ولقيت نوعين في مونو وفي بولي سيزرونيك ام ار ان. قول معايا المونو بيجي من 1 جين ويديني 1 بروتين، وفي 1 انيشيشن و1 ترمينيشن، وموجود برو ولا يو؟ يو كارو. البولي سيزرونيك بيجي من مور ذان 1 جين ويدي مور ذان 1 بروتين ومالتيبل انيشيشن ومالتيبل ترمينيشن كودون، وموجود اكتر فين؟ في البروكاريوت. حته كده اخيره، هو مش الام ار دي ده رساله؟ رساله غير في حاجه يا معلم ايه؟ مبدل جديد غير. واي رساله دي مكونه من حروف وكلمات؟ صح. لو سالتك سؤال ايه هي الليترز اوف المسج وايه الوردز اوف المسج، ما هي حروف الرساله وما هي كلمات الرساله؟ قال لك حروف الرساله هي النيوكليوتايد اللي هي الاي واليو والجي والسي. فانا اي ام ار ان ايه بكتبه بالاربع حروف دول اي واليو والجي والسي، اي ام ار ان. يبقى الليترز ار البيزز ار النيوكليوتايد. طب ايه الوردز اوف المسج؟ الكودونز. والكلمه ثلاث حروف، الكودون ثلاثه بيزز. اول ما اشوف الثلاثه بيزز دول افهم امينو اسيد معين. فلو قريت اي يو جي افهم مين ثايونين، لو قريت يو 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 افهم فينايل الانين. يبقى كلمات الرساله الليترز اوف المسج هي البيزز اي ويو وجي وسي. ده الليترز دي حروف الرساله، لكن كلمات الرساله هي ايه؟ هي الكودونز، وكل كلمه ثلاث حروف. يبقى الليترز هي البيزز والكلمات الوردز هي الكودونز، وكل كودون ثلاث حروف فقط. والكلام ده هنعرفه بالتفصيل عن الترانسليشن. ساعه دي غلس في الامتحان يقول لك ايه انواع الار ان ايه؟ تقول له ميرنا وديرنا وريرنا. يقول لك لا مش دول بس، ده في كمان other less frequent types of RNA، في انواع اخرى اقل انتشارا من الار ان. في نوع من الار ان اي يسمى سمول نيوكليار ار ان اي او سنيرنا سنيرنا، وفي نوع يسمى مايكرو ار ان اي او مايرنا. يبقى لما يقول لك ايه انواع الار ان اي تقول له ميرنا وديرنا وريرنا، يقول لك في انواع كمان تقول له في سنيرنا وفي مايرنا. مين الاسنيرنا ده؟ اسمه سمول نيوكليار ار ان اي. سمول ايه؟ نيوكليار. سمول من؟ نيوكليار. موجود فين ده؟ نيوكليار. فلو قال لي ان الار ان اي موجود سيتوبلازم وقول لي احط صابعين الاثنين في قلب عينيه. ليه؟ لان الام ار ان اي لما تصنع تصنع فين؟ نيوكليس. وفي نوع موجود بس جوه نيوكليس واسمه سمول نيوكليار. يبقى هو موجود سيتوبلازم مينلي وليس اونلي. هناخد السنيرنا ده مهم للبروسيسنج اوف الام ار ان اي. عشان اعدل الام ار ان اي عشان اعمل بروسيسنج للام ار ان اي هحتاج السنيرنا ده، هحتاج سمول نيوكليار ار ان اي. كمان مايرنا اسمه مايكرو ار ان اي. يعني مايكرو؟ صغير قوي. بيقول لك ده بتاع 20 22 نيوكليوتايد وظيفته ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. يبقى اشهر انواع من الار ان اي ميرنا وترنا ورنا، لكن في انواع اخرى اللي هم مين؟ سنيرنا ومايرنا. كلمتين كده فاضيين على الفايرال جينوم
وعلى البكتيريال جينوم. على فكره الفيروس مش خليه، الفيروس مش خليه، الفيروس ده بارتيكل، بارتيكل اسمه فيرال بارتيكل، يعني البكتيريا خليه وتعيش لوحدها بره الجسم، لكن الفيروس ده اخره 4 5 6 ساعات لو ما لقاش خليه يعيش فيها يموت، اسمه فيرال ايه بارتيكل. والجينوم بتاع الفيروس ده قال لك على كل لون يا باتيستا، كل حاجه ممكن تكون جاهزه في الفيروس. ممكن الجينوم بتاعه سنجل ستراندد دي ان ايه، وممكن دبل ستراندد دي ان ايه، ممكن سنجل ستراندد ار ان ايه، معقوله الجينوم بتاعه ار ان ايه او حتى دبل ستراندد ار، اي حاجه جائزه، بس عندي شرط يكون هذا الجينوم انكلوز، كلمه انكلوز يعني متحوط ببروتين كود، غلاف بروتيني بسميه كابسيت، يعني جوه الكبس حط ده ده، حط دي ان ايه سنجل او دبل ستراندد، حط ار ان ايه سنجل او دبل ستراندد. ده بالنسبه للفيرال جينوم اي حاجه جاهزه سنجل ستراندد او دبل ستراندد دي ان ايه، سنجل ستراندد او دبل ستراندد ار ان ايه، بس هنضيف حاجه اسمها ايه بروتين كود اللي اسمه كابسيت. طب بالنسبه للبروكاريوت، بالنسبه للبكتيريا ايه البكتيريا الجينوم؟ قال لك عباره عن سنجل دبل ستراندد دي ان ايه، سنجل دبل ستراندد دي ان ايه. اول ما اقول سنجل دبل دلوقتي ما بتف يا دكتور، ما تسال حل هي سنجل ولا دبل يا دكتور؟ ايه سنجل دبل دي؟ هي ناقصه عفنه ناقصاك يا عم، هي سنجل دبل ازاي يعني؟ قال لك هي سنجل بيس، بس هذه البيس ايه دبل ستراندد، اصل الهيومن عنده 46 حته دي ان ايه، مش 46 كروموزوم، 46 حته ده عندنا احنا في اليوكاريوت، لكن هو حته واحده كروموزوم واحد، يبقى هي سنجل بيس، لكن هذه البيس دبل ستراندد وسيركلر دي ان ايه، يبقى هي سنجل دبل ستراندد سيركلر دي ان ايه. يقول لك اتاتش تو ستون، والله جد يبقى البكتيريال كروموزوم عنده ايه هيستون، عشان بعده برضه اعرف اعمله سوبر كويلنج واقلل المساحه بتاعته شويه. ويقول لك كمان مفيش نيوكليوس ولا نيوكليير ميمبرين، واديني سايح في السيتوبلازم، لا عنده لا نيوكليوس ولا عنده حتى ايه نيوكليير ميمبرين. طيب ده بالنسبه للبروكاريوت الكروموزوم. في ساعات كده بلاقي برضه دي ان ايه في البكتيريا بس اكسترا كروموزومال، يعني كلمه اكسترا كروموزومال بره كروموزوم، ملوش علاقه بالديفيجن، اسمه بلازميد. فالبلازميد ده سيركلر دي ان ايه موجود في البكتيريا وهو اكسترا كروموزومال، ملوش علاقه بالديفيجن خالص 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 خالص، ده بيريبليكيت مع نفسه اندبندنت اوف البكتيريا كروموزوم. وظيفته اللي بينقل الانتيبيوتيك ريزيستنس، ينقل المقاومه للمضادات الحيويه من بكتيريا لاولادها، بيكون في يعني بيني الانتي بايوتيك ريزيستنس، والكلام ده يعني دلوقتي هو قراءه لكن هناخده بالتفصيل في العملي ان شاء الله. فموضوع الفيرال جينوم والبروكر دي جينوم ده ايه اقراه، معلوش اسئله دلوقتي، ممكن نحتاجه شويه في العملي، لكن الاهم والمهم والسؤال اللي لازم لازم تجيب في الامتحان هو المقارنه الشهيره جدا 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 ما بين دي ان ايه وار ان ايه. احنا عندنا المعلومات الكافية جدا 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 نعمل مقارنة خرافية ما بين دي ان ايه و ار ان ايه. وعشان اقارن انا هقارن بايه؟ قال لك 4 اس و بي تي اف، 4 اس و بي تي اف. ولو مش بتتقرف قول ده تف عادي، تف براحتك ممكن تنفع حاجة، 4 اس و بي تي اف. انا هقول وانت تكمل، اول كلمة السايد هو الدي ان ايه مكانه فين؟ بس ميتوكوندريا. اوعى تنسي دي. طب الار ان ايه؟ سيتوزول اونلي. ماشي، عشان الام ار ان ايه تصنع في النيوكليوس وعشان الاسترنا. طب الاس الثانيه شوجر هو الدي ان ايه؟ ديوكسيريبوز ار ان ايه. الاس الثالثه استراند two strands. اس الرابع الشيب، الدي ان ايه دبل هيليكس، الار ان ايه داير، فكل واحد دي شكل غير الثاني.
ele B vezes. Tu ele dine E, G, C, D. Are ne? E, G, C, U. E D times. Ele dine can be linear or circular. O linear can three fold. E, B, U, C. El RNA ثلاث انواع ميرنا وترنا وريرنا ولو عايز ديس فريكوينت كمان استرنا مايرنا عشان تفهم الرد الاف الفانكشن ايه وظيفه الدي ان ايه ده جيناتيك انفورميشن لكن الار ان ايه ده انواع وظيفته ايه سينثيسيس اوف البروتين المخانه دي بالذمه لو جت في ساعه صعبه والله هديه أربعة إس وبتف وتف في وشه وحل الامتحان ملوش لا مش حل سؤال غاية غاية في الأمان قولوا تاني يلا قول معايا السايت دي إن إيه نيوكليوس وميتوكوندريا أر إن إيه سيتوزول مينلي الشوجر دي إن إيه دي أوكسي ريبوز أر إن إيه ريبوز الستريس دي إن إيه 2 أر إن إيه 1 الشيب دي إن إيه دبل هيلز أر إن إيه فاريبل البيزز دي ان اي جي سي تي ار ان اي جي سي يو التايب الدي ان لينير واحد سير واللينير كام فورم 3 اي وبي وزد لكن الار ان اي التايب اه الميرنا وترنا ورنا وفي كمان استرنا و ماير الفانكشن دي ان بيكاري الجينيتك انفورميشن ار ان اي بانواع سينثيسيس اوف البروتين اقرا لي يا واد يا ابراهيم يا باشا اول سؤال تحت الجدول كده ايه مين الانيوجوال بيزس اللي في التي ار دي مين ده يوجوال الاقيه في الار ان اي لا وداي هايدرو يوراسيل وايه كمان سودو يوريدين يبقى الانيوجوال بيزس اللي موجوده في التي ار ان اي الثايمين والداي هايدرو يوراسيل وكمان السوديوردي اللي جنب ابراهيم ايه اللي فين اسمه ايه؟ سودو ايش؟ اللي جنبك يا ابني تعرف؟ ديفرنس بين جين اند جينوم ايه الديفرنس ما بين الجين والجينوم؟ الجين ده سيكونس اوف النوتايب اه اما الجينوم ايش كودينج فور ا سيرتن كاركتر طب الجينوم all genes in all cells total genetic information ايه رأي اللي بعض enumerate less frequent types of RNA ايه less frequent type of RNA سيرنا طيب اذا كلام سهل وكلام بسيط اللي خلصناه بالدين ده كل واللي جاي كون تاني خالص اللي خلصناه ده حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص خلصنا على الجزء الأهم في الدنيا والجزء الأهم في الدنيا هي البروسس المرتبطة في الدنيا وعندي ثلاثة بروسس مرتبطين في الدنيا الأولى تسمى ريبليكيشن والثانية تسمى ترانسكريبشن والثالثة تسمى ترانزليشن بص بقى اللي جاي ده جامد قوي 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 ريبليكيشن وترانسكريبشن وترانزليشن كلمة ريبليكيشن يا جماعة معناها ان من دي ان ايه نصنع دي ان ايه لو من دي ان ايه صنعنا دي ان ايه ده اسمه ريبليكيشن كلمه ترانسكريبشن معناها ان من دي ان ايه اصنع ار ان ايه اي ار ان ايه ميرنا او ديرنا او رنا ده معناها ترانسكريبشن كلمه ترانسليشن معناها ان من ام ار ان ايه نصنع بروتين فلو قال لي في الامتحان ديفاين ريبليكيشن او السينثيسيس اوف Define transcription or synthesis of RNA. Define translation or synthesis of protein. يقول لي سيادتك سواء انا بصنع دي ان ايه او بصنع ار ان ايه
انا كده بصنع نيوكليك اسيد صح. اي انزيم يصنع اي نيوكليك اسيد يسمى بوليميريز. اي انزيم يصنع اي نيوكليك اسيد يبقى اسمه ايه؟ بوليميريز. ليه سميته بوليميريز؟ قال لك هو بيعمل بوليمرز اوف نيوكليوتايد، بيعمل العديد من النيوكليوتايد فسميته بوليميريز. والله لو بصنع دي ان ايه هيبقى اسمي دي ان ايه بوليميريز. والله لو بصنع ار ان ايه هيبقى اسمي ار ان ايه بوليميريز. طب لو حبيت اصنع بروتين، هو ايه الاورجانيل اللي بيصنع البروتين في جسمي؟ فلو حبيت اعرف للمره الثانيه وحبيت اعرف الريبليكيشن، هو السينثيسيس اوف الدي ان ايه باي دي ان ايه بوليميريز. حبيت اعرف الترانسكريبشن سينثيسيس اوف الار ان ايه باي ار ان ايه بوليميريز. حبيت اعرف الترانسليشن سينثيسيس اوف البروتين باي الريبوزوم. اي بروسيس من الثلاثه دول هشرحها لك مرتين. مره هشرحها في البروكاريوت، وكلمه بروكاريوت يعني الكائنات البدائيه للنواه، بقصد بيها البكتيريا. ولما اقول بكتيريا انا بقصد نوع من البكتيريا اسمه ايكولاي، اسمه كده اشريشيا كولاي، عايشه في الكولون، عايشه في القولون، فاسمها اشريشيا كولاي. اشمعنى دي بالذات؟ قال لك دي البكتيريا اللي وليس طبيب درسناها وفاهمينها وعارفينها. فلما اقول بكتيريا انا بتكلم عن دي بالذات اللي اسمها ايكولاي. ومره اخرى هشرحها في اليوكاريوتس، واليوكاريوتس يعني الكائنات حقيقيه النواه اللي ليها نيوكليس وليها نيوكليار ميمبرين زي حالاتي كده بالظبط زي اليوكاريوت. ودايما يا جماعه البروكاريوت بيبقى موضوع بسيط، ودايما اليوكاريوت بيبقى اكثر تعقيدا. فدايما ببدا بالبروكاريوت البسيط، نخلصه ونفهمه نطلع مين على اليوكاريوت الاكثر تعقيدا. واي بروسيس من الثلاثه لو حبيت اشرحها بلاقيها 3 ستيبس، 3 خطوات. الخطوة الأولى تسمى initiation، وinitiation تعني البدء. والخطوة الثانية تسمى elongation، وelongation تعني الإطالة. والخطوة الثالثة تسمى termination، وtermination تعني الإنهاء. ولازم أبدأ بخطوة تحضيرية في الثلاثة، الخطوة تسمى pre-initiation. والخطوة دي تختلف باختلاف البروسيس. يعني pre-initiation في الريبليكيشن غير الترانسكريبشن غير الترانسليشن، دي مختلفة باختلاف البروسيس. لكن بعد pre-initiation امشي بقى initiation elongation ترمي، وقبلهم خطوة تسمى pre، ونخلص ونلعب بلاي ستيشن. ده سيادتك المقدمة بتاع الموضوع. فهمتها؟ هتلاقي الدنيا ماشية معاك سهلة قوي وبسيطة جدا. يلا نبدأ بأول بروسيس من الثلاثة، واحدة يعني من أهم مواضيع المنهج، موضوع فهم from A to Z. اللي عنده استعداد يفهم يكمل معايا، ما عندكش استعداد روح ارمي نفسك في المحيط، اتصرف في نفسك. الموضوع فهم جدا جدا جدا. يلا اول بروسيس وهي ريبليكيشن. عيني حاضر. بقول كلمه ريبليكيشن معناها من دي ان ايه اصنع دي ان ايه، ترانسكريبشن من دي ان ايه اصنع ار ان ايه، ترانسليشن من ام ار ان ايه اصنع بروتين. اي انزيم هيصنع نيوكليك اسيد اسمه بوليميريز. فلو بصنع دي ان ايه يبقى اسمي دي ان ايه بوليميريز. اصنع ار ان ايه يبقى اسمي ار ان ايه بوليميريز. مين بيصنع البروتين؟ ده الريبوزوم. اي موضوع في الثلاثه اشرحه كم مره؟ مرتين. مره في البكتيريا اللي اسمها بروكاريوت، ومره في اليومن اللي اسمه يوكاريوت. وسواء دي او دي كم خطوه؟ ثلاثه. انش ايلون ترمي، وقبلهم خطوه تحضيريه اسمها بري، ونخلص ونلعب بلاي ستيشن. هل الكلام ده فيه اي مشكله؟ تعالى اللي جاي بقى يا حب المشاكل كلها. يلا نبدا باول بروسيس
وهي ريبليكيشن نار وشرار. نار وشرار. يلا يا حبي ريبليكيشن. مبدئيا كلمة ريبليكا او كلمة ريبليكون يعني نسخة. ريبليكا او ريبليكون يعني ايه؟ نسخة. ولو عندي سيادتك الورقة دي وعايز اعمل منها نسخة هوديها لبتاعات التصوير او لا اصورها لي، هديني صورة طبق الاصل اللي في دي. في سطر يبقى في سطر، في دايرة يبقى في دايرة، في مش عارف نجمة يبقى بالظبط. فكلمة ريبليكيشن يعني نسخ الديني، يعني بعمل نسخة طبق الاصل من الديني. طب ليه اتجننت في دماغك وعايز تعمل ديني؟ قالك الخلية هتديفايد، الخلية يحصل لها ايه؟ ديفيجن. ولو عندي خلية جلد وعايز اتديفايد ما هتديني خلية جلد زيها. عندي خلية ليفر وعايز اتديفايد ما يطلع خلية ليفر ايه؟ زيها. فعشان يطلع خلية طبق الاصل للأصلية لازم يكون عندها نسخة طبق الاصل من الدي ان. فلو هعرف الريبليكيشن باي ديفينيشن اقول سينثيسيس اوف مين؟ اوف الدي ان ايه. تصنيع الدي ان ايه هو اللي اسمه ريبليكيشن. بيحصل ليه؟ بيفور سيل ديفيجن، قبل الديفيجن، عشان الخليه الناتجه من الديفيجن يبقى عندها النسخه طبق الاصل من الدي ان. فبيحصل في مرحله تسمى اس فيس اوف السيل سايكل. السيل سايكل في حاجه اسمها جي 0، حاجه اسمها جي 1 واس والجي 2 وام. بيحصل فين؟ في الاس فيس اللي اسمها سينثيتك فيس اوف السيل سايكل. طيب انا مش هشرح، انا هقول اوفر فيو، لمحه عامه كده، مقدمه يعني، بفتح كلام يعني. لو عندي يا حبي اهو تو سترانز اوف الدي ان وعايز اعمل لهم ريبليكيشن، اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ الخطوه الاولى لازم اعمل سيباريشن للتو ستراند عن بعض. لازم اعمل سيباريشن للتو ستراند، افصل التو ستراند عن بعض. حلو الاذان والله، صوته جميل والله، بسم الله ما شاء الله. بارك الله فيك ولك ومنك وعليك واليك. بارك الله فيك. فساعات الباشا اول خطوه سيباريشن اوف الدوسر، يقول لك ايتش ستراند اكت از ا تمبلت. يعني ايه كلمه تمبلت؟ خدامه، او ساعات بيسموها قالب. ايتش ستراند اكت از تمبلت فور سينثيسيس اوف ا نيو ستراند. فاللي فوق ده يشتغل تمبلت اصنع منه نيو ستراند، واللي تحت ده يشتغل تمبلت اروح مصنع منه ايه؟ نيو ستراند. فالريزم بدل ما كان عندي 1 اصبح عندي ايه؟ 2 دي ان ايه مولكيول ايدنتيكال تو ايتش اذر، زي بعض بالظبط. وايدنتيكال تو ذا بيرنت دي ان ايه، اللي فوق ده اسمه بيرنت دي ان ايه الاب، واللي تحت اسمه دوتر دي ان ايه الابناء. فالدوتر دي ان ايه الجداد ايدنتيكال تو ايتش اذر، والاثنين ايدنتيكال لمين؟ للبيرنت دي ان ايه. ده في الاخر يروح في خليه وده يروح في خليه ويحصل الديفيجن. انا مش بشرح، انا بس بقول اوفر فيو، بقول عشان اعمل ريبليكيشن الخطوه الاولى تسمى سيباريشن اوف ذا تو ستراند، وايتش ستراند اكت از تمبلت خدامه. ليه قلت خدامه؟ اسمك ايه يا واد؟ احمد. ان شاء الله يبقى دكتور كبير ومفيش روشته هتطلع من تحت ايده غير لما يختمها بالخدامه بتاعته. لو احمد عنده خدامه هتلاقي اسمه موجود على الخدامة بالشكل ده. ليه الاسم على الخدامة كده؟ عشان لما تتختم على الورقة تتختم احمد بايه؟ بالمعدوم. مش بس كده، لو انت بتسوق سيادتك هتلاقي كلمة اسعاف على عربية اسعاف مكتوب بالمقلوب، عشان وانت ماشي تشوف على مراية عربيتك بالمعدول يبقى عندك دم متوسع وده ما بيحصلش. فسيادتك انا بقول ليه على الستراند ده ان هو تمبلت؟ عشان لو في ستراند عندي في تي جي سي اي جي سي هعمل منه ايه؟ اي سي جي تي سي جي، فكان ده اداني مقلوبه.
ففهمت كلمة تمبلت جاتري اتش ستراند اكت اس اتمبلت خدامه يختم لي مقلوبه تمبلت يختم لي مقلوبه فالريزم بقى عندي 2 دي ان ايه موليكولز ايدنتيكال تو اتش اذر وكمان ايدنتيكال لمين للبيرنت دي ان ايه كل واحد يروح في خليه ويحصل الديفيجن يقول لك في نوعين من البنات نوع يقول لك انا بوبي لارج انا ما بحبش اي حاجه قديمه انا بحب كل حاجه مودرن انا بحب كل حاجه جديده من الاخر كده 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 يعني انا نون كونزرفاتيف انا مش محافظه انت بتقول لا 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 احنا من عيله محافظه احنا بنحب التراث بنحب القديم من الاخر كده يعني انا كونزرفاتيف انا محافظه لو عايز اوصف الريبليكيشن هو هي كونزرفاتيف ولا نون كونزرفاتيف بروسيس سيمي كونزرفاتيف سيمي كونزرفاتيف نصف محافظه ليه بقى قال لك عشان لو بصيت على الدوتر دي ان ايه موليكول الجديد هتلاقيه مكون من ستراند قديم بالازرق وستراند جديد بالاحمر ستراند قديم بالازرق وواحد جديد بالاحمر لو الموليكول الاثنين القدام موجودين فيه يبقى اسمها كونزرفاتيف لو الاثنين الجداد هما اللي فيه نون كونزرفاتيف لكن كل موليكول واحد قديم وواحد جديد واحد قديم وواحد جديد يبقى انا مش كونزرفاتيف ولا نون كونزرفاتيف انا ايه سيمي كونزرفاتيف والسؤال ده بيجي في امتحان اكسبلين واي يقولك اكسبلين واي ريبليكيشن السيمي كونزرفاتيف بروسيس او لان الدوتر دي ان ايه موليكول is form of one old and one new strand وصل الفكره حلو الكلام جدا 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 انا خلصت الاوفر فيو بتاعتي انا هدخل في الصميم انا هدخل في المفيد انا هبدا في الريبليكيشن واشرحها مرتين مره برو ومره يو تبدا معايا برو ولا يو برو دي الابسط فنبدا بيها يلا يا حبي اسحى معايا دخلنا في المفيد والاكيد ريبليكيشن ان بروكاريوت ولما اقول بروكاريوت يبقى انا قصدي بكتيريا ولما اقول بكتيريا انا قصدي ايه ايكولا ريبليكيشن في البروكاريوت يعني هعمل دي ان ايه وطريقه عمل الدي ان ايه زي طريقه عمل المكرونه البشاميل وعشان كده هبدا بالمقادير ايه المقادير محتاج ايه سيادتك محتاج دنا ولا ده انت دنا طبعا دنا ايه وكمان دنا بي اللي اسمه التاني هيليكيز وعايز دنا سي وعايز بروتين اسمه سنجل ستراندد بايندينج بروتين كمان عايز انزيم اسمه برايميز وعايز انزيم اسمه دي ان ايه بوليمريز 3 وعايز انزيم اسمه دي ان ايه بوليمريز 1 وعايز انزيم بيلحم اسمه لايجيز وهتقابلني مشكله عويصه احلها بانزيم اسمه حلال العقد توبو ايزوميريز 1 وتوبو ايزوميريز 2 واظن انت ادركت انت داخل على ايه هذا البرو اظن انت ادرك انت داخل على ايه كل هذه البروتين هي اللي هستخدمها في الريبليكيشن وطالما بعمل ريبليكيشن يبقى انا ثلاث خطوات انش يشر انن يشر ارمي وقبل خطوه ده حضرتك تسمى بريش ونخلص ونلعب يلا ابدا بالبري انيشيشن وبري انيشيشن اوف ريبليكيشن تعني سيباريشن اوف ذا تو ستراند وفورميشن اوف البري برايمينج كومبلكس وهنفهم يعني ايه كلمه بري برايمينج كومبلكس يبقى دي اسمها بري انيشيشن سيباريشن اوف التو ستراند وفورميشن اوف البري برايمينج كومبلكس ركز بكل ما قلت نقول ساعات الباشا ده الدي ان ايه اللي عايز اعمل له سيباريشن يقول لك السيباريشن اوف ذا تو ستراند بيبدا عند منطقه تسمى اوريجين اوف ريبليكيشن
منبع الريبليكيشن origin of replication او اسم الدلع يسمى اوريسي. اسم دلع ايه؟ اوريسي. يقول لك الاوريسي دي origin of replication بتبقى rich in AT بسبير. ايش معنى؟ هو الـ AT بسبير كام هيدروجين بوند؟ اتنين. يعني ضعيف حاجة بسيطة ولا ضعيف قوي؟ فدايما المنطقة اللي اسمها origin of replication اللي هبدأ عندها separation of the two strand rich in AT بسبير. يبقى هبدأ عند الـ origin of replication اللي اسمها اوري سي بتبقى rich in AT بسبير. مين يتعرف على الاوريسي؟ هبدا مع اول بروتين اللي اسمه ايه؟ دانا ايه؟ تمشي على الدي ان ايه لغايه ما تريكوجنايز الاوري، تتعرف على الاوري وتراي تو سيباريت التو ستراند عن بعض، تحاول تفصل التو ستراند عن بعض. لوحدها بتنجح؟ لا، لوحدها ما تنجحش. يا دوب جاست تعمل حاجه اسمها لوكال اوبننج. لوكال ايه؟ اوبننج. يعني تفصل الثلاثة أربعة بيس عن بعض، لكن تفصل التو ستراند لوحدها لا، يا دوب بس ايه؟ لوكال اوبننج. اروح رايح للي بعدها اللي اسمه دانا بي، اسمه الثاني هيليكيز. قال لك يبايند مع دانا سي ويعمل كومبلكس، لان الاتحاد هو الكومبلكس ده يشبك مع دانا ايه عند الاوري سيباريتنج التو ستراند عن بعض. اسألني ازاي؟ هقول لك ازاي. يقول لي سيادتك دانا ايه تفضل بره ودانا سي تفضل بره ودانا بي اللي اسمه الهيليكيز عامل زي المثلث، عامل زي تراينجل، يبوش اتسلف، يفورس اتسلف بتوين التو استراند سيباريتنج ذم، وذس ريكوايرز ذا انرجي بروفايدد باي هيدروليسيس اوف اي تي بي. يبقى الاي والسي بره مثبتين التو ستراند، والبي اللي اسمه الكيز عامل زي المثلث بالظبط كده، يروح زق نفسه في النص وكل ما يزق يفك هيدروجين بوند، يزق نفسه في النص ويفك هيدروجين بوند. والزق ده بيريكواير انرجي، اجيب منين الانرجي؟ من الهيدروليسيس اوف اي تي بي. مره كمان اصحى معايا، انا بعمل بري انيشيشن اللي اسمها separation of the two strand وformation of pre-priming complex، بيبدأ عند منطقة تسمى origin of replication. اسم الدلع اوريسي ريتش ان ATP. مين يريكوجنايز الاوري؟ دانا ايه. وتبايند سيادتك للتو ستراند عند الاوري trying to separate التو ستراند لوحدها، بتنجح؟ ابدا. يجي دانا بي اللي اسمه هيليكيز يبايند مع ثلاثي ويعمل كومبلكس، لان الاتحاد والكومبلكس يروح شابك مع دانا ايه عند الاوري ويفصل التو ستراند. ازاي؟ قال لك دانا بي اللي اسمه هيلي كيس بوشز اتسلف فورسز اتسلف بتوين ذا تو ستراند سيبريتنج ذم، وذس ريكوايرز ذا انرجي بروفايدد باي مين؟ هيدروجين. الاي والسي مثبتين التو ستراند من بره، والبي اللي اسمه الكيز بيزق نفسه وكل ما يزق يكسر هيدروجين بوند ويفصل، كل ما يزق يكسر هيدروجين بوند ويفصل. والزق ده محتاج طاقة باخدها من هيدروليسيس اوف الاي تي بي. عندي مشكلة، هو الديني ده كام متر؟ 2 متر، يعني طويل جدا. مش ممكن لما الكيز يبعد يحصل ريبايندنج؟ طبعا لو بعد يحصل ريبايند. انا ما تخافش، انا عامل حسابي ده في بروتين اسمه سنجل ستراندد بايندنج بروتين SSBP. السنجل ستراندد بايندنج بروتين تباين مع السنجل ستراندد دي ان ايه كوبراتيفلي. كلمه كوبراتيفلي يعني عمليه تعاونيه، يعني بايندنج اوف وان بروتين يشجع ارتباط باقي البروتين. لو واحد يشد اصحابه كوبراتيفلي وتعمل حاجتين، رقم واحد بتكيب التو ستراند سيبريتد، يعني بريفنت الري بايندنج اوف التو ستراند. مش بس كده، ده ربنا خلق لي انزيمات تسمى نيوكليزس. اسمها ايه؟ النيوكليزس دي تقطع اي سنجل ستراند نيوكليك اسيد، لو لقيت ام ار اي تقطعها على طول. هذه الانزيمات ما كانتش تقرب ابدا من الدي ان ايه لانه دبل ستراند. لكن لو دلوقتي انت فصلت التو ستراند عن بعض
مش ممكن سيادتك السنجل ستراند الديني ده يتقطع بالنيوكليز وجدت كحاله هتعميها جيت اضامه للديني راح تضيع بتاعي. قال لك لا 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 خش السنجل ستراند بايند بروتين بتبايند مع السنجل ستراند الديني تعمل حاجتين بريفنت الريبايندينج اوف التو ستراند كمان بتبروتكت بتحمي السنجل ستراند الديني اجينست الاكشن اوف النيوكليز تمنع النيوكليز ان يقرب من هذا الستراند وانه يقطعه. مره كمان بتكلم على الانديكيشن اوف الدي ان اي في البروكاري وبقول اول خطوه الخطوه التحضيريه اللي اسمها بري انيشيشن تسمى سيباريشن اوف التو ستراند وفورميشن اوف بري برايمينج كومبلكس. قول معايا بتبدا عند منطقه سمعني صوتك تسمى اوريجين اوف ريبليكيشن اسم الدلع ريتش ان اي مين يتعرف على الاوري سي ده انا ايه وتشبك عند الاوري تراين تو سيبريت التو ستراند عن بعض لوحدها بتنجح لا يروح جاي التاني اللي اسمه دنا بي اسم الدلع هيليكيز يبايند معا لان الاتحاد والكومبلكس سيادتك يروح شابك مع دنا ايه عند الاوري ويفصل التو ستراند عن بعض. احكي لي ازاي دنا بي اللي اسمه هيليكيز فورسز اتسيلف فورسز اتسيلف بتوين ذا تو ستراند سيبريتنج ذيم with this requires the energy provided by me hydrolysis of ATP. اخاف يحصل rebinding. مين يمنع rebinding? single stranded binding protein. The bind مع single stranded DNA وتمنع rebinding of the strand. كمان to protect the single stranded DNA against the action of mean nucleases. انا كده يا حبي عملت الخطوة التحضيرية اللي اسمها separation of the two strands وانا جاهز دلوقتي عشان ابني الدي ان اي. تعالى نبني الدي ان اي. عايزه كده بس تقولي عليها في الوقت بس يعني هتلاقي بعيد كتير قوي بس خليها واحده واحده. بقول سيادتك لو حبينا نبني دي ان اي انا هستخدم انزيم اسمه دي ان اي بوليمريز ولا ار ان اي بوليمريز؟ لا دي ان اي بوليمريز. انا بقول اي انزيم بيبني اي نيوكليك اسيد اسمه يا علا ايه؟ بوليمريز. لو بيبني دي ان اي اسمه دي ان اي بوليمريز. ولو بيبني ار ان اي يبقى اسمه ايه؟ ار ان اي بوليمريز. فانا ببني دي ان اي اكيد 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 الانزيمات تسمى دي ان اي بوليمريز. وعندي ثلاثه دي ان اي بوليمريز في البروكار. دي ان اي بوليمريز 1 ودي ان اي بوليمريز 2 ودي ان اي بوليمريز 3 احفظ كم واحد 3 دي ان اي بوليمريز 1 ودي ان اي بوليمريز 2 ودي ان اي بوليمريز 3. لو سالتك مين اهم واحد في الثلاثه بدون تفكير دي ان اي بوليمريز 3 بيعمل ايه؟ هقول لك جمله مش هتفهم منها اي حاجه خالص ولا كلمه هتفهمها من الاول دلوقتي بس هيجي لك احساس ان هو مهم احساس بس انا مش فاهم حاجه. بقول هو بيعمل ريبليكيشن للليدنج ستراند وبيعمل ريبليكيشن لللاجنج ستراند وكمان بيراجع على اللي بيبنيه يعني عنده بروف ريدنج اكتيفيتي. سمعتك فهمت حاجه ولا اي حاجه بس انت حاسس ان هو مهم صح؟ انا برضو حاسس كده برضو. بيبني الليدنج حاسس اي حاجه بيبني الليدنج وبيبني اللاجنج وبيراجع على اللي بيبنيه يعني عنده بروفيتنج اكتيفيتي واضح كده من الكلام انه مهم بس الحلم ما بيكملش. في عيب فظيع شنيع مريع. عيبه ايه؟ قال لك كانت انيشيت الريبليكيشن ما ينفعش يبدا ما ينفعش يجي من لا شيء ويبني دي ان ايه. لازم يكون قبله حته ار ان ايه تسمى ار ان ايه برايم. لو قبلي ار ان اي اقدر اكمل عليه وابني. مش قبلي ار ان اي ما ابنيش. طب الحل نعمل له ايه؟ هو اهم واحد. جبنا له انزيم مخصوص يسمى برايميز. اسمه ايه؟ برايميز. وظيفته ان يبني ار ان اي برايمر. يبني حته ار ان اي عشان يدخل وراها الدي ان اي بوليمريز 3 ويكمل ويبني. فالبرايميز ده هيبني له ار ان اي برايمر وهو يكمل عليه. بس سواء انا
ببني ارني او ببني ديني يقولك في اتجاهات ثابته ولا يمكن تغييرها دائما وابدا. اتجاه القراءه بقره الاستراند الاصلي 3-5 واتجاه التصنيع بتاع الاستراند الجديد 5-3 وهذه الاتجاهات ثابته ولا تتغير تحت اي ظرف كان. هذه الاتجاهات تسمى اوفر اول دايركشن اوف ريبليكيشن، يعني اوفر اول اي حاجه. اقرا الاستراند الاصلي في اي اتجاه 3-5 اصنع جديد في اي اتجاه 5-3 والكلام ده عمره ما يتغير تحت اي ظرف كان. فالبرايميز ده هيبني ار ان اي برايمر، لو بيبني ار ان اي برايمر هيقرا الاصلي في اي اتجاه 3-5 ويصنع الجديد في اي اتجاه 5-3 ويصنع ار ان اي برايمر طوله 5 ريبونيكلوتيد. مين عمل الخطوه دي اللي عملها برايميز؟ اسمه برايميز. لو حبيت اوصفه هقول هو دي ان اي بوليميريز ولا ار ان اي بوليميريز؟ قال لك هو دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. هو بنى ايه؟ ار ان اي. اذا هو ار ان اي بوليميريز بناء على معلومات جت منين؟ يبقى هو ديبندنت على دي ان اي كي يبني ار ان اي. الانزيم اسمه برايميز، صفته دي ان اي ديبندنت ار ان اي. هو بدا ار ان اي يبقى هو ار ان اي بوليميريز. بس المعلومات اللازمه لبناء هذا الار ان اي جبته منين؟ من دي. يبقى هو دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز، يبقى يسمى برايميز، صفته ايه؟ دي ان اي ديبندنت ار ان اي بوليميريز. ارى التبلت 3-5 صنع ار ان اي برايمر 5 ريبونيكلوتيد 5-3 اول ما اصنع سيادتك الار ان اي برايمر يروح مكمل الدي ان اي بوليميريز 3 ويبني دي ان اي. عارف زي ايه؟ انا بشبه البرايميز كده بالسمسار بالوسيط بتاع العقارات. بمعنى كتير منكم راح اجر شقه في المنيا وبتاع، ينفع وانت ماشي في شارع المنيا كده تعجبك عماره او شقه تروح مخبط على الساجد لو سمحت يا عم وانا عايز اجر الشقه دي؟ مش يا واد مش مؤجر حاجه مش. طب انت عايز تاجر تعمل ايه؟ بتروح لواحد ايه؟ سمسار. تقول له عايز اجر يا عم سمسار شقه، يقول لك تعالى انا عندي شقه حلوه، ياخدك من ايدك يوديك ايه؟ الشقه وتعجبك، فانت بتكمل بقى مع صاحب الشقه خلاص دوره ايه؟ انتهى. هو نفس الكلام دي ان اي بوليميريز 3 كان تنشيت ما يقدرش من نفسه يروح يبني ما ينفعش. طب مين الوسيط؟ مين اللي يقوم له باول خطوه؟ البرايميز. يروح واخده من ايده، ادي يا سيدي المكان اللي هنبني منه، ومش بس كده ادي يا سيدي 5 ريبونيكلوتيد اسمهم ار دي برايمر، مالكش حاجه بقى كمل مع نفسك وابني الدي ان اي. فهمت ازاي؟ يبقى مين اهم انزيم في الريبليكيشن بروكاريوت؟ اسمع دي ان اي بوليميريز 3 بيبني الليدي واللاجن وعنده بروف ريدنج اكتيفيتي، بس مشكلته كانت ايه؟ انيشيشن. مين هيعمل له انيشيشن ويبني له ار ان اي برايمر؟ برايمر ده اسمه صفته انه دي ان اي ديبندنت ار ان اي برايمر. بنالي ار ان اي برايمر كام نيوكلوتايد؟ 5. وكمل بعده الدي ان اي برايمريز وبنى الدي ان اي. عمرك ما هتفهم الكلام ده الا بسيب لك ستراند كامل من دي ان اي ونشوف مع بعض نبني ازاي. الرسمه الرسمه دي عالميه دوليه. ادي برايمين ديوكس ريبوز وفوسفين، سايتوزين ديوكس ريبوز وفوسفين، برايمين تاني ديوكس ريبوز وفوسفين، جوانين ديوكس ريبوز وفوسفين، ادينين ديوكس ريبوز وفوسفين، سيتوزين ديوكسريبوز وفوسفين، جوانين ديوكسريبوز، وادي الفوسفين. لو بصيت في الاستراند ده بص معايا دي الثري برايم اند بتاعته، وانا بركز معايا لو واحده كمان ايه لو بصيت سيادتك هلاقي الاستراند ده اتجاهه 3-5 ما الطرف ده فيه فري او اتش، الفوسفين شبكه دي فري او اتش، والطرف اللي تحت الفوسفيت فري
مش شكه في حاجه بدات تجاوب 3 ايه لخمسة. ده الدي ان ايه تمبلت، ده الختامه بتاعتي، ده الاستراند الاصلي، وعايز ابني اسره سياده الدي ان ايه. جبت الدي ان ايه بوليمريزري، يلا يا حبي اشتغل. قال لك لا 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 ابدا، انا كانت انشي، انا كانت ايه طلباتك؟ قال عايز ار ان ايه برايم. طب رحت جبت مين؟ ابراهيم اللي ثبتوا انه دي ان ايه ديبندنت ار ان ايه هيقرا في اي اتجاه؟ 3 لـ5 ويصنع في اي اتجاه؟ 5 لـ3 ويستخدم النيوكليوزايد ترايفوسفيت. يستخدم النيوكليوزايد ايه؟ ترايفوسفيت اي تي بي جي تي بي سي تي بي يو تي بي. انا ببني ار ان ايه وكل مره اروح شايل اخر 2 فوسفيت، يتبقى واحده اروح عامل بيها فوسفو دايستر بوند والمصحف ما فاهم كلمه. تعالى لي يلا البراميز هيقرا تي يجي مصاب مين؟ اي تي بي ادينين ورايبوز في 2 برايم حاطط لك او اتش عشان ده رايبوز، وادي فوسفيت وادي فوسفيت وادي فوسفيت. ادي اول واحده يروح رايح اللي بعدها مش 3 5 اهو يقرا سي يجيب جي تي بي جوانين ورايبوز تو برايم فيها او اتش اهي وفوسفيت وفوسفيت وفوسفيت. يقول لك عايز اشبك الاثنين نيوكليوتايد دول في بعض، اعمل ايه عشان اشبكهم مع بعض؟ سيبتك عايز انرجي، اجيب الطاقه منين؟ اروح شايل اخر 2 فوسفيت يطلع طاقه، اروح واخد الطاقه دي سيادتك واشبك بيها الفوسفيت اللي باقي مع 3 برايم في اللي قبلها ببوند اسمها ايه؟ فوسفودايستر. يعني كل مره دخلت ايه؟ الترايفوسفيت، اروح شايل اخر 2 اتبقى واحده اروح عامل بيها الفوسفودايستر بوند. اروح رايح تاني تي اجيبه صح؟ ايه تي بي ادينين ورايبوز وفوسفيت وادي فوسفيت وادي فوسفيت. طب عايز اعمل البوند اعمل ايه؟ اروح شايل اخر 2 فوسفيت يتبقى واحده اروح عامل بيها الفوسفو دايستر بوند. امشي تاني ماشي اهو 3 5 اهو جي اجيب سي تي بي فوسفيت وفوسفيت وفوسفيت. طب عايز اشبكها مع اللي قبلها اعمل ايه؟ اروح شايل اخر 2 فوسفيت يتبقى واحده اروح عامل بيها الفوسفو دايستر بوند. يلا عشان تغلطوا هقرا ايه؟ يو يو تي بي انا بعمل ار ان ايه واروح شايل اخر 2 فوسفيت والفوسفيت اللي باية اعمل بيها فوسفو دايستر بوند. انا 2 برايم حاطط لك او اتش ليه؟ اقول لك ده عباره عن ار ان ايه. عملت 1 2 3 4 5 عملت 5 رايبو نيوكليوتايد اسمهم ار ان ايه برايمر. اول ما ابني الار ان ايه برايمر تعالى بقى يا دي ان ايه يا بوليمريز يا 3 مالكش حجه، انا عملت لك ار ان ايه برايمر الخلاص هكمل. يروح مكمل بقى الدي ان ايه بوليمريز 3 بنفس النمط ويستخدم دي اوكسي رايبونيوكليوزايد ترايفوسفيت دي اوكسي اي تي بي دي اوكسي جي تي بي دي اوكسي سي تي بي دي اوكسي تي تي بي. وكل مره نفس الكلام يشيل اخر 2 فوسفيت يتبقى واحده يعمل بيها الفوسفودايستر. يعني بص معايا هقرا سي اجيب دي اوكسي جي تي بي دي اوكسي جي تي بي واشيل اخر 2 فوسفيت يتبقى واحده اروح عامل بيها الفوسفودايستر. اقرا جي اجيب سي دي اوكسي سي تي بي اروح شايل اخر 2 يتبقى واحده اروح عامل بيها الفوسفودايستر. اقرا ايه اجيب دي اوكسي تي تي بي اشيل اخر 2 يتبقى واحده اروح عامل بيها الفوسفو داي استابول. لو بصيت انا قريت في اتجاه 3 5 لكن صنعت في اتجاه 5 3 هل بدات دايركتلي بدي ان ايه بوليمريز 3؟ لا لا انا بدات بانزيم اسمه برايم ميز عمل لي ار ان ايه برايمر 5 رايبونيوكليوتايد ووراه كملت دي ان ايه. الرسمه دي عبقريه، الرسمه دي استفدت منها كذا. اول حاجه استفدتها من الرسمه دي ان اول نيوكليوتايد بحطها عند البرايم في برايم ايه تظل بالترايفوسفيت بتوعها. ليه بتفضل بالترايفوسفيت بتوعها؟ ده عمليه الفوسفودايستر. اصل انت عارف موضوع الفوسفودايستر ليه قصه ظريفه.
انا عشان اعمل فوز وده يستر انا عايز طبعا. فكان عندي حلين، اما استخدم في البناء نيوكليوزايد مونوفوسفيت ومع كل مره ادخل وحده اي تي بي، مع كل مره وحده اي تي بي، بس كده هستخدم كميه كبيره جدا من اي تي بي. فقال لك لا، بدل ما تستخدم المونوفوسفيت وتدخل اي تي بي من بره، خد الاي تي بي من نفس النيوكليوزايد، فدخل النيوكليوزايد ايه؟ ترايفوسفيت. لما تشيل اخر اثنين فوسفيد هيطلع طاقه، استخدمها في بناء الفوسفودايستر. فاهم الفكره؟ انا عايز طاقه، فممكن استخدم مونوفوسفيت اسها يا ماما وادخل اي تي بي من بره. قال لك لا، ليه مع كل واحده دخل اي تي بي هجيب اي تي بي منين؟ انا بدخل النيوكليوزايد الترايفوسفيت، ولما اشيل اخر اثنين هيطلع الانرجي استخدمها في بناء الفوسفودايستر. بس اول نيوكليوتايد حطيتها ما عملتش فوسفودايستر، ان هي اول واحده، فاول واحده تظل بالترايفوسفيت بتاعها. اوعى تنساها دي يا بنت، اول نيوكليوتايد بحطها بتفضل بالترايفوسفيت بتاعها. ادي اول معلومه. المعلومه الثانيه، اتجاه القراءه قريت في اي اتجاه؟ 3-5. صنعت في اي اتجاه؟ 5-3. هذه الاتجاهات ثابته ولا تتغير تحت اي ظرف كان، ده اسمه اوفر اول دايركشن اوف ريبليكيشن. لما استخدمت وصنعت، استخدمت النيوكليوزايد مونو ولا داي ولا تراي، وكل مره اشيل اخر اثنين فوسفيت اتبقى لي واحده، عملت فيها الفوسفودايستر. هل الدي ان اي بوليمريز 3 كان انيشيت؟ لا كان دي انيشيت. طب عشان يبدا جبت له مين؟ البراميز السمسار يا جماعه، عرفوا السكه وبناله 5 رايبونيوكليوتيد. كملت انا بقى على الار ان اي برايمر وبدات ابني ايه؟ بدات ابني دي ان اي. يقول لك الدي ان اي بوليمريز 3 بيبقى هايلي بروسيسيف، يعني متقدم شغال سريع، بيبني 20-50 نيوكليوتايد في الثانيه الواحده. في الثانيه الواحده ممكن يبني 20-50 نيوكليوتايد. وفي حاجه اسمها بروسيسيفيتي، يعني عدد النيوكليوتايد اللي بيبنيها في السايكل الواحد، كميه كبيره قوي. فكلام هبل يعني، هو هايلي بروسيسيف وبيبني 20-50 نيوكليوتايد في الثانيه. بس الموضوع ليس بهذه البساطه، ده في مشكله عويصه وجامده جدا وعايزه فهم شديد، اسمها بروبلم اوف الدايركشن اوف ريبليكيشن. امسح البورد دي ولا عايزها؟ عايزها. اخر واحده ليه؟ دكتور بس كويس والله 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 اصور بصوت الحياني بيقول لي انت يا ابني ما حدش فاهم حاجه. تاني يا جماعه، المنطقه دي الوضع ده مشكله جماعيه مش مشكله فرديه. فهنا كلها فاهم، كلها تاني والله العظيم. طبعا ده لسه هيكمل، انا لسه عملت حاجه. يلا يا باشا، بقول الرسمه دي تاني. عندي استراند اوف ديني اتجاهه 3-5، وعايز ابنيه. اعمل ايه؟ بالبروكاريوت اهم انزيم اسمه دي ان اي بوليمريز 3. كان ولا كانت انيشيت؟ كان. اصحى يا ابني، في دي ان اي بتبني يابا. يا ابني فك ايدك، فك ايدك يابا، ما تنامش، نام في عينك. ف الدي ان اي بوليمريز 3 كانت انيشيت، ما يقدرش يبني. طب عشان يبدا اعمل ايه؟ هجيب انزيم يبني له ار ان اي برايمر 5 ريبونيوكليوتيد اسمه برايميز. البرايميز والدي ان اي بوليمريز 3 عشان يبنوا بستخدم النيوكليوزايد ترايفوسفيت، يعني لازم اللي هستخدمها يكون فيها كام فوسفيت؟ 3. كل مره اشيل اخر 2 فوسفيت يتبقى واحده، اروح عامل بيها فوسفودايستر. فبدات بالبرايميز اللي اسمه ده ار ان اي يا جماعه، اللي اسمه ده ار ان اي، وعشان اثبت لك ان هو ار ان اي في الدو برايم في او اتش او اتش او اتش ده ار ان اي. فالبرايميز ارى 3-5 هيبدا يصنع من 5-3. ارى تي جاب اي تي بي وحطها زي ما هي. ارى سي جاب جي تي بي، يعني جوانين وريبوز وفوسفيت وفوسفيت وفوسفيت. بس عشان اشبك
النيوكليوتايد دي في اللابلة بشيل اخر اتنين فوسفين فتبقى ايه واحدة. الواحدة عملت فيها فوسفوديستر ارى تي جاب اي تي بي شال اخر اتنين فوسفين بقى واحدة فوسفوديستر. ارى جي جاب سي تي بي شال اخر اتنين فوسفين عمل برضو فوسفوديستر. ارى اي جاب يو تي بي شال اخر اتنين فوسفين والفوسفيت عمل فوسفوديستر. طول ما هو ماشي كده ارى ازاي 3 5 صنع ازاي 5 3 بلاني اللي بالاسود دول اللي هما 5 رايبونوكليوتايد اسمه ار ان اي برايمر. لما بنيت الار ان اي برايمر دخل مين الدي ان اي بوليمراز هيكمل بس هيبني دي ان اي فاللي بالازرق ده دي ان اي بقى خلاص. فالدي ان اي بوليمراز ارى سي جاب دي اوكسي جي تي بي وبرده شال اخر اتنين فوسفيت وشبك الفوسفيت في اخر واحده في الار ان اي برايمر. ارى جي جاب دي اوكسي سي تي بي شال اخر اتنين فوسفيت بقى واحده شبكه. ارى اي جاب دي اوكسي تي تي بي شال اخر اتنين فوسفيت وهكذا هيكمل بقى. كل مره يقرا التبلت اللي هو رئيسي ويجيب اللي قصادها دي اوكسي رايبونيوكليوتايد تراي فوسفيت يروح شايل اخر اتنين فوسفيت الواحده اللي باقيه يشبكها في فوسفوديستر. الرسمه دي استفدت منها ايه؟ رقم واحد ان اول نيوكليوتايد بصنعها تضل بالتراي فوسفيت بتوعها. ليه؟ عشان مفيش قبلها حاجه اعمل بيها فوسفوديستر. حاجة تانية اتجاه القراءة هو 3 ل 5 اتجاه التصنيع هو 5 ل 3. هل دي ان اي بوليمريز 3 كان انيشيت؟ لا كانوا. وعشان كده مين بيبدا له ويعمل له ار ان اي برايمر؟ وصلنا؟ تعالى اللي جاي بقى عشان اللي جاي جامد قوي وده بيفتح كده واصحى معايا. خلاص بقى احنا عارفين هو دي اكسيد. يلا يا باشا دي 3 برايم ستوكر. بقول عشان اعمل فوسفوديستر انا محتاج طاقه يا اما ادخل مونوفوسفيت ومع كل واحده اي تي بي يا اما الحل الافضل اللي عملته استخدم التراي فوسفيت فلما اشيل اخر اثنين فوسفيت طلع الطاقه خلاص بدل ما ادخل من بره اي تي بي. تعالى نشوف واحده من اهم الحاجات اللي عايز افهم عارف ان انا كله بروبلم اوف دايركشن. ده بيصحى معايا قوي. اصحى معايا حاول تعصر دماغك معاه شويه. ايه مشكله الدايركشن؟ ركز معايا الله يخليك. بقول المشكله لو عندي دي نيو ركز يا ابن الله يخليك دي 3 برايم ان ودي 5 برايم ان ودي 5 برايم ان ودي 3 برايم. افهم المشكلة. مشكلتي ان عندي استران وفي الديني بيبقى ويل دايركتد معدول. يعني اتجاهه اللي فوق اهو 3 ل 5. ف 3 برايم اند قصاد عيني انا شايفها. فهبدا سيادتك اقراه 3 ل 5. واصنع اللي قصاده 5 ل 3. وكل ما الجيز يوسع اكتر اطول اكتر. يوسع اكتر اطول اكتر يوسع اكتر اطول اكتر. فاللي فوق ده ما فيهوش اي مشكله. ليه؟ عشان معدول. والثري برايم ان اللي ببدا عندها قصاد عيني وقدامي. مشكلتي بقى في اللي تحت. اللي تحت اللي انا شايفه بعيني ايه؟ هو الفايف برايم ان. والثري برايم ان بعيده وما وسعتهاش وما وصلتلهاش. طب ازاي الاسنان ده هقراه؟ لازم اقراه 3 ل 5 ولازم اصنع اللي قصاده 5 ل 3. طب ازاي اقراه 3 ل 5 وال 3 برايم اند بعيده ما وصلتلهاش ما وسعتهاش مش شايفها بعيني؟ قال لك لازم تقرا 3 ل 5 وتصنع 5 ل 3 عشان ده اسمه اوفر اول دايركشن اوف ريبليكيشن. يعني اوفر اول اي حاجه. المشكلة دي افهم المشكلة عشان تعرف تفهم الحل. اعصر دماغك معايا حبتين شوية النهاردة حاسة حلو. بقول الاستراند اللي فوق ده معدول. أنا لما أجي أقرا يا اللي ورا ركز معايا. ببدأ وأقرا منين؟ من تلاتة. وأروح لغاية فين؟ خمسة. فين تلاتة قدام عيني؟ قصادي إيه؟ يبقى ده ما فيهوش مشكلة، تلاتة قصاد عيني. يبقى أبدأ أقرا من تلاتة لخمسة. مشكلة بالثانية. وكل ما يوسع الكيس اكتر اقرا اكتر واصنع اكتر اقرا اكتر واصنع. اللي فوق ما فيهوش مشكله.
مشكلتي يا طويلة في اللي تحت. هو مين اللي قدام عيني؟ خمسة. وانا ببدأ منين؟ من ثلاثة. فين يا عم ثلاثة؟ ما وصلتلهاش، ما وسعتهاش، مش شايفها. طب اللي تحت اللي مش معدول ده هقراه ازاي؟ لازم ثلاثة خمسة. طب ازاي اقراه ثلاثة خمسة وانا مش شايف الثلاثة؟ دي المشكلة. اللي مش فاهم المشكلة يرفع ايده. القاعة كلها مش فاهم المشكلة. اسكت على شرط. تعالى تاني. تعالى تاني. فلو ما فهمتش المشكلة عمرك ما انت فاهم الحل. استني فاهم الناس ايه ولا خير؟ مش فاهمين الناس. اخد اسئلة وناس مش فاهمة. يلا يا باشا المشكلة تاني. بقول مشكلتي انا وسعت التو ستراند وفي الدنيل بالشكل ده. والتو ستراند انتي بارلل. يعني ماشيين عكس بعض. واحد ثلاثة خمسة والتاني ايه؟ خمسة بس. فاللي ماشي ثلاثة خمسة ده بقول عليه معدول. ستراند معدول. لما اجي بقرا ببدأ من فين؟ من ثلاثة. فين ثلاثة؟ ايه قدام. هل ده فيه في قراءته اي مشكلة؟ لا. يبقى اقراه عادي وصلناه عادي. لان بدايته ثلاثة وقصادي الثلاثة ايه. المشكلة في اللي قصاده بقى. الحتة اللي وسعتها اولها ايه؟ خمسة. هل انا بقرا من خمسة ولا بقرا من ثلاثة؟ يبقى ده اوله خمسة. اقراه ازاي ده؟ ثلاثة بتاعته بعيدة. مش شايفها. ما وسعتهاش. قال لك حتى اللي تحت وحتى اللي مش معدول هتقراه ثلاثة لخمسة. وهتصنع منه خمسة لثلاثة. ازاي اقراه من ثلاثة وانا مش شايف ثلاثة؟ دي المشكلة. تعال نحلها بقى وركز قوي معايا. حل المشكلة ايه؟ في كلمة سحرية تحل كل الموضوع. الكلمة دي بتقول ان اللي بنى الاستراند اللي فوق واللي بنى الاستراند اللي تحت هو one molecule of DNA polymerase 3. انزيم واحد بس. مولكول واحد بس اسمه DNA polymerase 3. يفضل يتنطط فوق وتحت، يبني فوق وتحت. التو ستراند اللي فوق واللي تحت يتبنوا بالسيم DNA polymerase 3. تعالى نشوف ازاي وركز معايا اول ايدي. لو عندك مادتين، مادة صعبة ومتنيلة ومادة سهلة وتفتح النفس، تبدأ منين؟ صعبة. صعبة في عينك. تهسد نفسك ليه؟ وهي مسدودة. ما هي مستخلة. انا هبدأ بالسهل، افتح نفسي بس من جسد. فسيادتك كان عندي استراند معدول واستراند مقلوب. ابدأ بمين؟ المعدول. بالمعدول. فيجي الـ DNA polymerase 3 يبدأ بالمعدول. يجي يبدأ ما لقيش قبله حاجة. هو كان ولا كان تاني شيء؟ كان تاني شيء. مين يساعده؟ البرايميز. يروح جاي البرايميز بنيله حتة RNA برايمر طوله خمسة ريبونوكليك. أول ما أبني RNA برايمر خمسة ريبونوكليك يروح داخل بقى الـ DNA polymerase 3 ويكمل ويبني DNA لغاية آخر نقطة وسعها للجنس. قريت يا فرح في أي اتجاه؟ ثلاثة خمسة. صنعت في أي اتجاه؟ هل عندي أدنى مشكلة؟ ولا أي مشكلة. لما يوصل الـ DNA polymerase 3 لغاية آخر نقطة وسعها للجنس مش هيقعد مستنيه لغاية ما وسع تاني. نفس الإنزيم يروح نازل على الاستراند اللي تحت ويجي يبدأ جنب الهيليكيز. لان جنب الهيليكيز دي الثري برايم انت اللي اوريدي وسعت. دي الثري برايم انت اللي ايه؟ اوريدي وسعت. فهبدا جنب الهيليكيز. هل محتاج برايمر ولا مش محتاج؟ محتاج. مفيش قبل حاجه. فيروح جاي البرايميز يبني ار ان ايه؟ برايمر. يروح مكمل الدي ان ايه بوليمريز 3 ويبني دي ان ايه لغايه الطرف. قريت يا حبي في اي اتجاه؟ ثلاثة خمسة. صنعت في اي اتجاه؟ خمسة ثلاثة. ما عندكش اي مشكلة. على ما ابني الجزء ده يكون هيليكيز شغال، ما هو مش ساكت، ويكون وسع جزء ايه؟ اكبر. بص معايا الشكل ازاي. انا وسعت اهو جزء اكبر اهو. هفكرك انا كنت عملت ايه. والنبي ركز قوي. الله يهديك ركز قوي. انا كنت فوق بنيه ار ان ايه برايمر ايه وحته دي
وتحت ار ان اي برايمر واحد اتنين. على ما كنت بنيت دي كان هو ايه وسع كمان، يروح الكيس طالع فوق ويكمل على اللي بناه. هل هو كده محتاج برايمر ولا لا؟ مش محتاج، من قبل دي ايه؟ قبل حاجه مش محتاج. يروح الدي ان اي بريمنسري يكمل من غير برايمر لغايه ما يوصل لاخر نقطه وسعها على الكيس. استنى يوسع تاني؟ لا طبعا، اروح نازل تحت. لما انزل تحت ابدا جنب الهيليكيز ولا بعيد عنه؟ جنبه. ليه جنبه؟ عشان دي الثري برايم اند الجديده اللي وسعت. دي الثري برايم اند الجديده اللي وسعت. طب محتاج برايمر ولا مش محتاج؟ طبعا محتاج، مفيش قبل حاجه. اروح باني ار ان اي برايمر بالبرايميز واكمل اهو بالدي ان اي بريمر 3 لغايه طرف البرايمر اللي قصادي. قريت في اي اتجاه؟ 3-5. صنعت في اي اتجاه؟ 5-3. على ما اكون بنيت الجزء ده يكون هيليكيز وسع اكتر واكتر. اهو 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 ادي 3-5 وادي 5-3. افكرك انا كنت عامل ايه فوق؟ ار ان ايه برايمر واحد وحفظ الدنيا، ودي ار ان اي برايمر ودينين، ودي ار ان اي برايمر ودينين. لما بنيت الجزء ده كان الكيس واسع سنه كمان. اروح طالع فوق واكمل على اللي كنت بنيه ببرايمر ولا من غير برايمر؟ من غير برايمر لغايه ما اوصل لاخر نقطه وسعها على الكيس. اروح مش هستناه يوسع تاني، انزل تحت. ولما انزل ابدا جنب الهيليكيز ولا بعيد عنه؟ جنبه. لان دي الثري برايم انت الجديده اللي وسعت قدامي. طب ابدا ببرايمر ولا من غير برايمر؟ ببرايمر. اروح جايب البرايمز يبني لي برايمر ويكمل الدي ان اي بريمير 3 ويبني دي ان. قريت ازاي؟ 3-5. صنعت ازاي؟ 5-3. على ما اكون صنعت دي يكون الهيليكيز وسع حته كمان. اروح طالع فوق واكمل من غير برايمر وابدا تحت وابدا جنب الهيليكيز وبرايمر برايمر وفوق من غير برايمر وتحت برايمر وفوق من غير برايمر وتحت برايمر لغايه ما الاقي ان في ستراند اتصنع بار ان ايه برايمر واحد واتصنع حته واحده كونتيني واصلي وهو الليدر هو قائد. رحت مسميه ذا ليدنج ستراند. وفي ستراند اتصنع حتت متقطعه وميني ار ان ايه برايمر وتصنع متاخر شويه فسميته ايه؟ ذا لاجنج ستراند. وسواء الليد او اللاجنج ستراند اتصنعوا بنفس المولكيول وفي الدي ان ايه بوليمريز 3. وسواء الليد او اللاجنج انا قريت التمبلت في اي اتجاه؟ 3-5. وصنعت الجديد في اي اتجاه؟ 5-3. وبكده انا حليت المشكله بتاع الدايركشن اوف الريبليكيشن مره كمان. مره كمان والله ما صعبه، والله ما صعبه، والله جميله، والله حلوه، والله كيوتي. نفهمه بس الاول، مش فاهمين؟ والله ما فاهمين. نفهمه ما كان ياخد اسئله. اللي عايز يستزيد فاهم سهل، لكن اللي عايز يفهم ده اللي مشكله كبيره قوي. انا عندي سيادتك التو ستراند اوف الجنيه الزرق الاصليين اهو. مشكلتي ان واحد معدول اتجاهه 3-5 والثري برايم انت بتاعته قصاد عيني ما فيهاش مشكله. ركز يا ابني، ركز يا حبيبي. لكن عندي واحد تحت اهو مش معدول اتجاهه 5-3. فين يا عم 3؟ بعيد 3 اهو، ما وسعتوش، ما وصلتلوش، ما عرفتوش. طب ازاي بقى هبنيه وانا مش شايف الثري برايم انت بتاعته؟ قال لك برضه هقراه 3-5 واصنع منه 5-3. ازاي؟ الكي وورد، الكلمه السحريه، الكلمه اللي تخلص ان التو ستراند اللي فوق واللي تحت هبنيهم بالسيم مولكيول اوف دي ان اي بوليمر 3. نفس الدي ان اي بوليمر 3 هيبني فوق وتحت، هتنطط بنفس الانزيم فوق وتحت لغايه ما ابني التو ستراند. طب هبدا بالمعدول ولا بالمقلوب؟ بالمعدول. اقدر انيشيت ولا عايز برايمر؟ يجي البرايميز يبني لي مين؟ البرايم. وما عنديش حته
اروح مدخل الدي ان اي بريبريتوري ويكمل ويبني دي ان اي الى ان يصل فين اخر نقطه وسعها اللي فيه. هستنى يوسع تاني ولا انزل تحت؟ انزل تحت. لما انزل تحت ابدا جنب الهيليكيز ولا بعيد؟ لان جنبه هي دي الثري برامين المتاحه بالنسبه لي، هي دي اللي قدرت اوسعها. طب لو هبدا جنبه عايز برايمر ولا مش عايز؟ مفيش قبل حاجه رحت عملت برايمر. ويكمل الدي ان اي بوليمريزري لغايه طرف الاستراند بتاعي. لما كنت بنيت الجزء ده على ما كنت بنيته كان الهيليكيز وسع تاني. طب طالما وسع تاني اروح طالع فوق واكمل على اللي بنيته ويز ولا وداوت؟ وداوت برايمر لغايه ما اوصل لاخر نقطه وسعها لي. مش هستناه يوسع تاني، هنزل تحت. طب لما انزل ابدا جنب الهيليكيز ولا بعيد؟ جنبه عشان دي 3 برايم اند الجديده اللي وسعت. طب عايز برايمر ولا مش عايز؟ يروح البرايميز عامل لي برايمر وابني دي. كل مره بقرا 3 5 وبصنع 5 3. على ما كنت بنيت دي كمان يكون وسع اكتر واكتر. اروح طالع فوق مكمل على اللي بنيته ويز ولا وداوت؟ وداوت برايم. وصلت لاخر نقطه وسعها هيليكيز، مش هستنى وسع تاني، هنزل تحت. طب ابدا جنبه ولا بعيد عنه؟ جنبه عشان دي 3 برايم اند الاجدد اللي وسعت. ومحتاج ولا مش محتاج؟ يبقى البرايميز يعمل لي برايمر واروح باني دي. قريت اهو 3 5 صنعت 5 3. وكل مره اطلع فوق اكمل من غير برايمر. انزل تحت محتاج برايمر. فريت ستريت صنع بقى ان ايه برايمر واحد وسميته ايه؟ ليدي. ولقيت ستريت صنع بكذا ار ان ايه برايمر سميته ايه؟ ما تيجي نعمل مقارنه تقلت الحيل ما بين الاثنين دول الليدنج واللاجنج ثريد. هو الليدنج يحتاج كام برايمر؟ برايمر واحد. 1 ار ان اي برايمر. هو اللاجنج يحتاج كام ار ان اي برايمر؟ مالتيبل. الليدنج صنع حته واحده ولا متقطع؟ حته واحده. يبقى صنع كونتينوس. اللاجنج صنع ازاي؟ ديس كونتينوس يعني متقطع. يقول لي سيادتك بص على البورد، بص على البورد، شايف الشكل ده؟ الشكل ده عامل زي حاجه خدناها في الساينس زمان اسمها تيونينج فورك، الشوكه الرنانه، عارفها؟ تضبطها كده في المكتب كده تحطها كده وتشوف الرجه والصوت وبتاع. فهي عامله زي التيونينج فورك، عامله زي الشوكه. بيقول لك الشكل ده اسمه ريبليكيشن فورك، شوكه الريبليكيشن. هو فين اتجاه الفورك؟ بص معايا على البورد. الفورك ماشي كده، الفورك بتوسع ايه؟ كده. الفورك ماشي كده. طب انت صنعت الليدنج ستراند ازاي؟ اتصنع كده. يبقى الليدنج اتصنع towards ولا away from the replication fork؟ يبقى الليدنج اتجاه تصنيعه towards باتجاه ال replication fork. طب الفورك ماشي كده. الليدنج اتصنع ازاي؟ كده. يبقى towards ولا away from؟ away from the replication fork. المقارنه دي لازم تيجي في الامتحان. مره كمان الليدنج كام برايمر؟ 1. اللاجنج مالتيبل. الليدنج صنع كونتينوسلي ولا ديسكونتينوسلي؟ كونتينوسلي. اللاجنج ديسكونتينوسلي. الليدنج صنع ازاي؟ towards the replication fork. اللاجنج away from the replication fork. وسواء ليد او لاجنج قريت التمبلت ازاي؟ 3 5 صنعته ازاي؟ 5 ل 3. يقول لك اللي اكتشف موضوع اللاجنج ستراند ده عالم ياباني، وطالما عالم ياباني يبقى يا اما اسمه هيروشيما يا اما ناجازاكي يا اما اكون في الرضاعه اوكازاكي. فالفراجمنت دي القطعه دي اسمها اوكازاكي فراجمنت. ايه الاوكازاكي فراجمنت؟ قال لك عباره عن ار ان اي برايمر اتاتش تو دي ان اي. حته الار ان اي برايمر شبكه مع حته دي ان اي تسمى ايه؟ اوكازاكي فراجمنت. الحته القطعه دي الار ان اي برايمر شبكه في حته دي ان اي اسمها ايه؟ اوكازاكي فراجمنت. فمين يا عبد الرحمن مكون من اوكازاكي فراجمنت؟ الليجن ولا الليجن؟ الليجن. يبقى الليجن اللي مكون من مين؟
من اوكازاكي فاك نعم؟ لا ما ينفعش انت ارض ابراهيم الخمسة ومعها مليار نيوكليوتايد اسمها فلان اوكازاكي؟ لا لا القطعة الصغيرة اخرها 1000 ل2000 دي بتاع مليار 1000 ل2000 نيوكليوتايد اخرها كده يبقى اللاج الجسران هو اللي فورمت اوف اوكازاكي فاك لو سألتك سؤال مين صنع الليدنج سران؟ دي ان اي بوليمريز ري مين صنع اللاجنج سران؟ دي ان اي بوليمريز ري بيصنع الليدنج وبيصنع اللاجنج وله بروف ريدنج اكتيفيتي يعني ايه كلمه بروف ريدنج؟ في نوعين من المذاكره في واحده فاشله زي الايام مثلا تيجي تقرا كده ريبليكيشن خد نفس ثانوي سهل 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 دي كلام مش هيجيب لي امتحان لا ايه خلصت مين وبتعمل فكل ورقه دي او اقدر كده هي بتريد ولا بتبروفيت بتريد لكن واحده بقى زي حنين يا سلام قاعده في الورق ساعتين ساعتين تحفظ كل كلمه كل حرف وكل سطر تكتب لا 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 انا مش متوقع لا يكون حاجه مش مظبوطه حاجه مش متظبطه اما راجع الاول تراجع وتظبط نص ساعه كمان مراجعه خلاص كده يا عالم ساعتين كل كلمه كل حرف تيجي ابدا انا مش متوقعني اظبط الاول يبقى كده سيادتك حنين بتريد ولا بتبروف ريد بروف ريد الدي ان اي بوليمريزري بيبروف ريد يعني ايه بروف ريد بص معايا انا فاهمك يعني ايه بروف ريد بص معايا ده الترد ده الترد في تي اي سي جي بص معايا بص معايا يقول لك الدي ان اي بوليمريزري يقرا تي يجيب صدى ايه؟ ايه قبل ما اروح لمدى ابدا اروح فين؟ استنى اراجع ايه مع تي اه مظبوط 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 يروح على اللي بعدها يرى ايه جيب يوف عينك انا بعمل دي يوف عينك تي قبل لا 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 ما اروحش اللي بعدها اراجع تي مع ايه مظبوط 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 يروح سي يجيب وهكذا قبل ما يروح للنيكست نيوكليوتايد سيادتك يراجع الاول على اللي بعدها لو لقى نفسه غلطان يعني لقى سي حط قصادها ايه ده صح ولا خطا؟ غلط يكابر لا يقول خلاص ده عدي لا. لا لو لقى نفسه غلطان يشيل اخر واحده حطاها خطا ويحطه صحيح خلي بالك هو بيبني ازاي؟ 5 3 5 3 5 3 لقى اخر واحده دي خطا يبقى يشيلها عكس ما حطها يبقى يشيلها 3 5 فقال لك ليه 3 5 اكزونيوكليز اكتيفيتي فكلمة 3 5 اكزونيوكليز اكتيفيتي تعني بروف ريدنج كلمة 3 5 ركز يا بايز اكزونيوكليز اكتيفيتي تعني ايه؟ بروف ريدنج ليه 3 5 هو بيحط ايه؟ 5 3 5 3 5 3 اخر واحدة طلعت غلط يبقى انا هشيلها عكس ما حطيتها انا حطيتها 5 3 هشيلها 3 5 فكلمة 3 5 اكزونيوكليز اكتيفيتي تعني ايه؟ بروف ريدنج يبقى ال دي ان اي بوليمريز ري الكوماند الكبير بنى مين؟ الليدنج وبنى مين؟ اللاجنج وبيراجع على اللي بيبنيه انا عنده ايه؟ بروف ريدنج لو لقى واحده غلط حطها بيشيلها عكس ما حطها ده 3 5 ايه؟ اكزونيوكليز اكتيفيتي الناس مسبهله ومفجله عليها وعندهم سؤال كده كلهم عايزين يسالوه دلوقتي يا دكتور ما يصير قلت له ايه اللي ما يصير قال لي يصير ان في وسط الدي ان ايه يبقى عندي ار ان ايه يا دكتور ما يصير قلت له لا حاسب 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 لسه في مرحله هعملها دلوقتي تسمى ترمينيشن تعال نشوف هنعمل ايه في الترمينيشن تعالى يا حب نشوف الترمينيشن هنعمل فيه ايه؟ ركز يا بايظ اللي فوق ده استراند معدول عملت منه الليدنج ار ان ايه برايمر واحد واحد اللي تحت مش معدول ركز يا بايظ ار ان ايه برايمر دي ان ايه
هذا اللي برايمر دي هذا اللي برايمر دي ايه بعد كده الولد قال لي دكتور ما يصير ما يصير انه في وسط الدي ان ايه يبقى عندي ار ان ايه قلت له خلاص ماشي ما في مرحله اهي اسمها ترمينيشن هعمل فيها ثلاث حاجات ركز يا بايظ اول حاجه هعملها ريموفال اوف الار ان ايه برايمرز مين هيعمل كده انزيم جديد اسمه دي ان ايه بوليمريز 1 اسمه الانزيم دي ان ايه بوليمريز 1 بص معايا اي برايمر يشيل كل البرايمرز ولما يشيل كل البرايمرز اتبقى عندي جابس فراغات ما فيهاش دي ان ايه ولا اي حاجه خالص ينفع الدي ان ايه يبقى فيه جابس لا المرحله اللي بعدها اروح عامل فيلنج للجابس املى الجابس املاها بايه بدي ان ايه ولا بار ان ايه دي ان ايه بقى عن طريق انزيم برضو اسمه دي ان ايه بوليمريز 1 نفس الانزيم هو ركز في اللي هيحصل جامد اخر حاجه جامد اخر حاجه بص يا حبي الاستراند ده 3 ايه ل 5 وبرضه صوته ايه 5 ل 3 وعندي 5 نيوكليوتيد فاضيين عايز املاهم بص اعمل ايه انا اسف اروح بص صدق اقرا الدبل ماشي واجيب الكومبلمنتري اروح مشبكه مع اللي قبلها وفوسفودايستر اقرا الثانيه واجيب الكومبلمنتري مع اللي قبلها فوسفودايستر اقرا الثالثه واجيب الكومبلمنتري مع اللي قبلها وفوسفودايستر الرابعه برضه مع اللي قبلها الخمسه شبكتها مع اللي قبلها وما شبكتش مع اللي بعدها فبقى عندي نك قطع في الدنيا ليه؟ لان اخر واحده دي عشان ما يبقاش فيه قطع لازم تعمل اثنين فوسفودايستر تعمل مع اللي قبلها وكمان مع اللي بعدها بس انا ما بقدرش اعمل غير واحده بس فوسفودايستر لكل النيوكليوتايد فيبقى عندي قطعه عباره عن فوسفودايستر مش معمول اسمه نك تعالى نشوفها تاني نشوفها تاني يلا عندي فراغ اهو الفراغ ده سيادتك في 5 نيوكليوتايد فاضيين عايز ابنيهم انا كل مره بحط نيوكليوزايد ترايفوسفيت اشيل اخر 2 فوسفيت واعمل واحده فوسفودايستر مع اللي قبلي بتاع اللي خدناه فانا قريت سيادتك التمبلت وجبت المقابل ليها شبكتها مع اللي قبلها ادي اول واحده الثانيه مع اللي قبلها الثالثه مع اللي قبلها الرابعه مع اللي قبلها الخمسه شبكت مع اللي قبلها بس ما شبكتش مع اللي بعدها ليه عشان اخر واحده دي في فراغ اهو الفراغ ده سيادتك عشان اسده لازم اشبك مع اليمين ومع الشمال طب انا بشبك بس مع اليمين اللي قبلي يبقى الشمال دي فاضيه في بوند مش معموله ده اسمه نك يعني قطع في الدي ان ايه ينفع الدي ان ايه يبقى مقطوع ينفع الخطوه الثالثه اجيب انزيم بيلحم اسمه لايجيز اللايجيز ده يروح ماشي على الدي ان ايه ويروح لاحم كل النفس يعمل سيلينج يعني يلحم سيلينج كل النفس وبكده بدل ما كان عندي واحد بقى عندي 2 دي ان ايه مولكيولز ايدنتيكال تو ايتش اذر وايدنتيكال تو ذا بيرن دي ان ايه يبقى الترمينيشن في 3 خطوات اول خطوه شلنا الانديكو اللي اسمه ار ان ايه برايمر بنزيم اسمه ايه دي ان ايه بوليمريز 1 اتبقى عندي مين جابس فراغات فاضيه وما ينفعش من عندي فراغات رحت عملت سيادتك ايه فيلنج للجابس بمين برضو دي ان ايه بوليمريز 1 اتبقى نكس قطع في الدي ان ايه مين يلحم النكس اللايجيز ويبقى عندي 2 دي ان ايه موليكولز ايدنتيكال تو ايتش اذر وايدنتيكال تو ذا بيرنت دي ان ايه فاصل ولا واصل